بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. سعيد باول اطلاله ليا على شاشه قناه النادي الاهلي، واتمنى ان شاء الله ما تكونش المره الاخيره. زي ما عودناكم ان شاء الله في برنامجنا الاهلي الليله هنقدم لكم حلقات متميزه وفقرات متنوعه. الفقره الاولى هتكون مع ناقدنا الرياضي الكبير ورئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع الاستاذ عصام شلتوت، اما الفقره الثانيه هيقدمها زميلنا الكابتن خالد العوضي، وهيكون معاه ابطال النادي الاهلي في العاب القوى والحاصلين على ميداليات في البطوله العربيه. عموما قبل ما نتكلم امبارح عن تتويج المنتخب الجزائري ببطوله كاس الامم الافريقيه مصر 2019 لازم نتكلم عن نجحنا احنا كمصريين في تنظيم هذه البطوله. لما نقول نجحنا كمصريين احنا بنتكلمش على انفسنا ولا بنشيد بانفسنا، ولكن الاشاده جاءت عن طريق كل المنتخبات المشاركه في البطوله، والفيفا اشادت بتنظيم مصر لبطوله الامم الافريقيه، الكاف، كل الوسائل الاعلام العالميه والعربيه، الكل عبر واشاد واثنى على على طبعا مصر في تنظيم بطوله كاس الامم الافريقيه 2019. لما نيجي نتكلم عن النسخ السابقه كان في ازمات وكان في بعض الشكاوي وبعض المشاكل الناس كانت بتتكلم فيها في النواحي التنظيميه، ولكن هنا في مصر وفي بطوله 2019 بالتحديد لم نسمع عن اي شكوى او اي ازمه بخصوص الناحيه التنظيميه. مصر أكدت أنها قادرة على تحقيق المستحيل، يعني إحنا من نتكلم عن تجهيزنا لتنظيم هذه البطولة كان تقريبا من 4 أو 5 شهور، لكن بتضافر الجهود قدرنا أن إحنا ننظم بطولة ناجحة جدا جدا في جميع المستويات وبالأخص طبعا في المستوى التنظيمي. كمان نجحنا في استمرار التواجد والشغف الجماهيري في البطوله، رغم طبعا خروجنا المبكر من دور ال16، ولكن كان في شغف جماهيري لحضور المباريات، زي ما احنا شفنا كمان امبارح مثلا في المباراه النهائيه تواجد عدد كبير جدا من الجماهير المصريه، وفي السيمي فاينل وكل المباريات اللي طبعا بعد خروج منتخب مصر من امم افريقيا في دور ال16. كمان كان تواجد تونس والجزائر وان هم كملوا كمان للمربع الذهبي كان ليه دور كبير جدا في حضور الجماهير المصرية في طبعا العرس الكبير الأفريقي اللي كان هنا في مصر. كمان كل ده لما نيجي نشوف كمان إشادة رئيس الفيفا جيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي أشاد طبعا بتنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية، طبعا كانت حاجة طبعا تدعو إلى الفخر. طبعا أحمد رئيس الكاف اللي قال من أيام قليلة جدا إن هو كان عنده بعض التخوفات من الأمور الأمنية، طبعا لما حصلنا على تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، لكن إحنا قدرنا إن إحنا نبين إن مصر هي بلد الأمن والأمان. البطولة بكل المقاييس كانت ناجحة على المستوى التنظيمي، قدرنا إن إحنا نقول كمان إن إحنا قادرين ان احنا ننظم بطولات في المحافل القادمه في المستويات القادمه، يعني قادرين ان احنا ان شاء الله فنظبط الامور باذن الله، وقادرين ان احنا طبعا ان احنا ننظم بطولات كثيره جدا في المرحله المقبله. عموما 1000 مليون مبروك للمنتخب الجزائري، استحق اللقب بكل تأكيد، كان عندهم روح طبعا قتالية رهيبة جدا، مشوارهم هم كمان خلال البطولة كان أصعب بكتير جدا من مشوار باقي المنتخبات خصوصا السنغال. السنغال امبارح برضو أدت مباراة طيبة جدا وكافحت للنهاية، لكن ما قدرتش ان هي تعوض الهدف طبعا اللي دخل في مرماه في الدقيقة الأولى تقريبا. عايزين نروح دلوقتي نتكلم عن الصحف العالمية والصحف الجزائرية ازاي تناولت طبعا فوز منتخب الجزائر ببطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019. الجزائر امبارح كانت حديث العالم، حديث وسائل الإعلام العالمية والعربية بعد فوزها ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخها. طبعا أول مرة كانت سنة 1990 والمرة الثانية كانت هنا في مصر 2019. طبعا الصحف العالمية كلها سلطت الضوء على تتويج المنتخب الجزائري باللقب ده على حساب منتخب السنغال بعد التفوق في المباراة النهائية اللي طبعا أقيمت امبارح في استاد القاهرة. يعني مثلا زي صحيفة الشروق الجزائرية احتفلت بالفوز بالكان والإنجاز القاري،
على طريقتها وكتبت قميص محاربو الصحراء يترصع بالنجمة الثانية. السابقة طبعا المنتخب الجزائري زي ما احنا قلنا الفوز بنسخة 1990 وكانت مقامة على أرضها. كمان قالت ان محاربو الصحراء أسيادا لأفريقيا، وقالت كمان ان منتخب الجزائر رجع من بعيد ليتربع على عرش الكرة الأفريقية طبعا بواسطة منتخب شجاع ومبدع. وأشارت كمان أن منتخب الجزائر توج بطلا لمسابقة كأس الأمم الأفريقية عن جدارة واستحقاق. صحيفة الخبر الجزائرية كمان اختصرت الفوز في كلمات واحدة قالت الخضر أبطال لأفريقيا. طبعا في صحف كتير جدا تناولت طبعا فوز الجزائر ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. خليني الأول كده طبعا قبل ما نتكلم عن وسائل الإعلام العالمية والعربية ونكملها معاكم ناخد على تليفون في مداخلة مع الناقد الرياضي الكبير الأستاذ حسن المستكاوي. برحب بيك يا أستاذ حسن على شركة القناة الأهلي. أهلا وسهلا، ربنا يخليك. خلينا في البداية كده نعرف رأي حضرتك إيه في حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. الحفل طبعا جميل جدا، في تكنولوجيا وفي اخراج جميل وفي بهجه وفي اغنيه حلوه قوي فيها رساله بتاعت دنيا سمير غانم اخر حاجه في الحفله يعني. وهذا المزيج بين ثقافات الدول الافريقيه طبعا من ضمنها مصر، احنا جزء مهم جدا من القاره. الحفله وقتها محدد من الكاف عشان المباراه النهائيه. الحمد لله انا شايف الختام والافتتاح فيه كان حاجه الحقيقه مميزه جدا في تاريخ الاحتفالات الرياضيه المصريه من سنه يمكن 60 يعني. بالظبط. عمرنا ما عملنا حاجه بالجمال ده، ولا في اي دوله عملت حاجه بهذا الجمال ده. مجهود ناس اشتغلت وفي شباب كتير واشتغلوا بقى فتره طويله، فتره طويله نسبيا يعني. طبعا الفتره كلها كانت قصيره، اربع خمس شهور دي حاجه قصيره جدا عشان الاعداد. بالظبط، دي حقيقه. فيها 24 منتخب. ايه الرساله اللي قدرت تواجهها مصر من خلال تنظيم كاس الامم الافريقيه السنه دي؟ احنا نقدر طبعا يعني، ده الرساله مختصره جدا، نقدر نعمل كل حاجه، نقدر نبني بلدنا، نقدر نعمل دوره. تنظيم دوره ده مش سهل، في تفاصيل كثيره قوي، مش بالسهوله اللي احنا بنتكلم بيها دلوقتي كلنا واحنا قدام الميكروفونات والشاشات وحتى بالكتابه. في تفاصيل كثيره، الاقامه، الاعاشه، الانتقالات، التامين، 24 فريق، 24 ملعب تدريب، استادات، الدخول والخروج من استادات، تنظيم الجماهير، النقل والتكنولوجيا بتاعت النقل، التصوير التلفزيوني، كل الحاجات دي مهمه جدا وفيها تفاصيل لا تعد يعني ولا تحصى، حاجات تفاصيل صغيره كثيره جدا. احنا مش حاسين بالتفاصيل الصغيره لان احنا بعيد عنها، لكن طبعا اي واحد موجود في اداره هذا المشروع المهم هيلاقي ان في تفاصيل طبعا هو عارف كويس قوي مهمه جدا يعني. احنا الحمد لله نجحنا، وانا ما بقولش نجحنا دي، اصل في ناس فاهمه احنا لما نبقى سعداء بالنجاح نتكلم عليه، احنا بنقول اصل منتخبنا كان خرج فاحنا ماسكين سكه النجاح. بالظبط، مش حقيقي خالص اطلاقا. روسيا اللي هي يعني قوه عظمى في الكوكب فخوره وسعيده بتنظيم كاس العالم على ارضها، وخرجت من بدري المنتخب بتاعها. فالناس الشعوب والدول في العالم بتنظم بطولات عشان تعرض ثقافتها وحضاراتها وتكنولوجيتها وتطورها ومعارك التنميه بتاعتها. فاحنا جزء من ده يعني لو فعلا احنا على فكره احنا كنا انتقادنا كتير افتتاحات وتنظيم دورات، واللي يرجع للتاريخ القريب هيلاقي في انتقادات لبعض الاحتفالات لبعض الدورات، لكن هذه الدوره يعني اللي انا شفته من ايام اعياد الشباب في السينات ما فيش حاجه اتعملت زيها ابدا في مصر. طب استاذ حسن، شايف نجاح مصر في تنظيم بطوله كاس الامم الافريقيه هيكون نواه ان شاء الله لتنظيم بطولات اكبر في المرحله الجايه؟ احنا بص يعني انا انسان بحب جدا ومؤمن ان بلدنا لازم فيها ايفنت كل يوم، يا ريت معرض كتاب، معرض مسارح،
مؤتمر صناعي، مؤتمر افريقي، مؤتمر تنميه، مؤتمر اي حاجه، ايفنتات كل سنه على مدار العام، لان كل يوم على مدار العام رياضه وفن وثقافه ومهرجان سينما. يا ريت، لان يعني احنا نبص حوالينا كده هنلاقي دول جنبنا بتعمل ده، احنا لازم نعمل ده. فده مبدئيا، لكن عشان نعمل كاس عالم مثلا لازم تبقى عارف احنا رايحين فين. كاس عالم 26 هيتعمل خلاص في امريكا، كاس عالم 30 هيتعمل في اوروجواي غالبا عشان هي الدوله اللي عملت اول كاس عالم في 100 سنه هتتعمل في اوروجواي، ومعها طبعا دولتين شركاء في التنظيم. كاس 34 هيتعمل غالبا مجموعه الدول الاسيويه هتنظمه غالبا. احنا بنتكلم في 38. يا في حد يسمعني يقول لي يا عم 38 ايه بس؟ ايوه هو 38. لو احنا عايزين كاس عالم نفكر في 38 بالظبط. اليابانيين من سنه 2000 كانوا بيقولوا احنا سنه 2050 هناخد كاس العالم، وده في سيمينار رسمي للاتحاد الاسيوي. الدوله بتفكر كده. عمر الدوله بالاف السنين مش من عمرنا. عمر الدوله مجموعه اجيال متتاليه. هو احنا بنشتغل عشان نفسنا ولا بنشتغل عشان الاجيال اللي جايه؟ يعني الحاجات دي. فاحنا لو عايزين ايفنت كبير يبقى بنتكلم في حاجه بعد سنه 38 او سنه 38. عايزينها نشتغل عليها من دلوقتي بالظبط. يعني ده بوضوح، يعني على فكره يعني اللي العالم كله بيشتغل كده. لكن احنا عندنا طبعا ايفنت مهم جدا في كاس العالم لكره اليد في سنه 21 اكيد، دي حاجه بطوله مهمه، وهكذا البطولات بالزبط الكبيره هتتوالى باذن الله. يا ريت في بطوله افريقيا برضه المؤهله للاولمبياد، بطوله افريقيا تحت 23 سنه. طبعا طبعا صح مظبوط. ويا ريت كمان كاس السوبر الاوروبي نحاول نجيبه مره عندنا. طب خلينا نتكلم شويه في النواحي الفنيه لبطوله امم افريقيا. شايف ايه اكبر مفاجات البطوله يا استاذ حسن؟ اكبر مفاجات البطوله الفرقه الصغيره اللي عملت عروض فيها شجاعه وعملت عروض كويسه جدا زي مدغشقر وبنين وناميبيا اكيد وكينيا، يعني عملوا عروض كويسه جدا فيها هذه الشجاعه. ووصول مدغشقر للدور الثمانيه ده انجاز كبير جدا. لكن برضو المفاجأة الكبيرة الأداء اللي كان شديد التنظيم بتاع منتخب الجزائر، شديد التنظيم والجماعية لمنتخب الجزائر ما عدا المباراة النهائية. المباراة النهائية الهدف المبكر خلى الجزائريين يدافعوا على الحلم بتاعهم. فكان دفاع صعب جدا الحقيقة على السنغال، يعني السنغال بالمهارات اللي فيها الفرص اللي جات لها قليله جدا في هذه المباراه رغم الاستحواذ الكثير. فده يحسب للجزائريين طبعا، لكن الجزائريين في المباريات اللي فاتت كلها من اول مباراه لغايه قبل النهائي بيلعبوا دفاع وهجوم بجماعيه واضحه جدا وشديده التعقيد ومتدربين عليها كويس جدا. والقياده بتاعت الكابتن جمال بالماضي طبعا. فانا بتكلم على الرياضه وعلى الملعب اللي انا شفته، مش عايز اتكلم في اي حاجه ثانيه. لان الرياضه هي ما تهمني. تمام. لو اتكلمنا عن نسخه 2019 هي اول نسخه تضم 24 منتخب، شايف من الافضل لبطوله امم افريقيا تكون 24 منتخب ولا 16 منتخب زي كل النسخ السابقه؟ بص، كاس امم اسيا 24 السنه اللي فاتت، او يعني مطلع السنه دي يناير 2019 في الامارات. كاس العالم كان 13، كان 2، كان 8، كان 24، كان 32، وهيبقى 48. الاتجاه في كل البطولات القاريه والعالميه ان يبقى العدد كبير بتاع المنتخبات، ده الاسباب نشر اللعبه ونتيجه اهتمام الشعوب كلها بيها، وكمان جانب اقتصادي ومالي، انت عايز تعمل ارباح من المسابقات دي، فزياده الفرق بيعمل زياده في الارباح الاقتصاديه. والاقتصاد ده مهم جدا للصناعه بتاعت الكوره في العالم كله. شيء طبيعي. من الناحيه الفنيه الفرق الصغيره بتعمل ساعات مفاجات، المفاجات فيها اثاره، لكن غالبا في النهايه اللي بيكسب البطولات الكبيره، كل البطولات من كوبا امريكا لغايه اسيا وافريقيا وكاس العالم، الفرق او المنتخبات الكبيره. ممكن تحصل طفره، لكن الطفره دي حاجه يعني بمعناها الحقيقي هي طفره، حاجه مش بتحصل كتير يعني. انما يعني مدغشقر مش تاخد كاس الامم الافريقيه، ما كانتش هتاخدها يعني. اخذها منتخب كان كبير او لعب باداء كبير يعني.
وكان في منتخبات كبيره طبعا، نيجيريا والكاميرون وساحل العرب والسنغال وتونس، منتخبات كبيره، ومصر منتخب كبير رغم الخروج المبكر يعني. هيفضل منتخب مصر منتخب كبير. على ذكر بقى منتخب مصر، شايف ايه الدروس المستفاده اللي ممكن منتخب مصر يستفيد منها خلال هذه البطوله؟ بص، اللي احنا اخذنا دروس كتير قوي يعني، مش عايز احترر لك الدروس اللي احنا اخذناها على مدى سنين، لكن اهم درس انا شايفه لازم نشوف احنا خرجنا ايه. احنا ليه السباقات السرعه والالتحام والجهد البدني بيقل في المباريات مع الافارقه، وبالتالي هيبقى العالم، ان احنا شفنا ده في كاس العالم. احنا ليه جهدنا البدني بيقل؟ في مشكله هذا الجهد البدني والقوه في الالتحامات، مش بقول العنف، لا، القوه في الالتحام. احنا بنخسر السباقات دي في معظم المباريات دلوقتي على مستوى الانديه وعلى مستوى المنتخب. فلازم نفكر في ايه هي المشكله دي ونعالجها ازاي. ده اولا، لان قبل ما يبقى في مشكله اختيارات سيئه من اجاري واعداد سيء وكل الحاجات اللي احنا عارفينها واتكلمنا فيها، اختيارات سيئه طبعا كانت واضحه جدا. في مشكله طبعا عندنا مشكله الجهد البدني. بالمناسبه الاختيارات السيئه، عدان قديورة كان سبب في الهجوم الشديد على جمال بالماضي قبل البطوله، اللي هو لاعب نوتنجهام فورست انه ما بيلعبش في فريقه الانجليزي. ده كان اختيار عشان نبيل بن طالب لاعب شالكه الالماني الاساسي اللي بيلعب في المركز ده كان مصيب، فهو جمال بالماضي اختار عدلان قديورة. لكن عدلان قديورة لما لعب مع منتخب الجزائر كل الصحافه الجزائريه بصمت بالعشره على اختيار جمال بالماضي. احيانا بيبقى في نقد من الصحافه عشان لعيبه ما بتلعبش في انديتها، واحيانا النقد ده بيكون صحيح لان الناتج بتاع هذا اللاعب او غيره ما بيكونش زي الناتج اللي قدمه عدلان قديورة. فهنا عايز اقول ان مشكله الصحافه او العلاقات في المنتخبات مشكله ازليه ودائمه ومستمره في كل الدول. لكن الناتج ايه؟ للاسف في حاله منتخبنا ثبت ان كل وجهه نظر النقاد الرياضيين والمحللين فيما يتعلق باختيارات اجيل والاعداد البطولة كان صائبا، كان صحيحا. وهو كان بيدافع بوجهه نظر مش مقنعه الحقيقه. دي حقيقه. عايز اتكلم عن جمال بن ماضي المدير الفني المنتخب الجزائري، طبعا بعد تتويج الجزائر ببطوله افريقيا 2019، شايف بالنسبه لمنتخب مصر من الافضل ان يتولى تدريبه مدير فني وطني ام اجنبي؟ بص، يعني ده سؤال برضو قديم قوي، معلش يعني مش هقول لك بعد كل اخفاق لازم نسال السؤال ده. انت عارف مش معقول حاجه اسمها مدرب وطني او مدرب اجنبي، في حاجه اسمها مدرب جيد ومدرب مش جيد. بالظبط. ومواصفات المدرب الجيد يعني ممكن تشوفها في المدربين كانوا موجودين في كاس الامم، حتى مش هروح بعيد يعني. وكلهم، وعايز اقول لك ان كل المدربين العظماء اللي حفظتهم افريقيا ابتدوا صغيرين جدا في القاره، منهم كلود دروا، منهم برونو ميتسو، منهم ايرفي رينار، منهم اليش تيسي. وبالمناسبه بقى جمال بالماضي واليش تيسي، انا عايز اشوف بس الناس عشان بتتكلم دايما على السي في، شوفوا السي في بتاعهم شكله ايه؟ ايه هي المنتخبات العالميه او الانديه العالميه او الكبيره اللي دربوها؟ جمال بالماضي درب منتخب قطر مره، لكن واتطرد بعد كده او مشوه بعد كده. خبراته منين؟ عشان بس احنا دايما لما انديتنا بتدور او اتحادنا بيدور على مدرب، اول حاجه بتتبع له من الوكلاء السي في. ده مش صحيح، لان المدرب شخصيه وقياده وخبرات. الخبرات دي ممكن تكون من تجارب مع انديه اجنبيه، يعني اليو سيسي وجمال بالماضي تجاربهم كلاعبين هي مصدر خبرتهم في التدريب. بالظبط. لازم ناخد بالنا بس من الحاجات دي، عشان لان المدرب بقى اللي عنده شخصيه، اللي عنده الكاريزما، اللي بيحب لاعبته، اللي قادر يسيطر على لاعبته، هو ده اللي مطلوب من المنتخب بتاعنا. اكيد. مش عايزين مدرب لاعب يمشيه او اتحاد يمشيه، او عايزين مدرب عنده شخصيه. اجنبي ولا مصري ما لا يعني، انا عايز مدرب
يخلي منتخب مصر يلعب كره جديده، لان احنا لسه بنلعب كره قديمه. كلام مهم جدا من حضرتك يا استاذ حسن، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وهذا التوضيح. طبعا كنا بنتكلم قبل مداخلتنا مع الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي عن ردود افعال بعض الصحف العالميه والعربيه والجزائريه بعد تتويج الجزائر ببطوله امم افريقيا. صحيفه النهار ركزت على التتويج طبعا الثاني لمنتخب الجزائر، وكتبت الخضر يتوجون بكاس افريقيا للمره الثانيه في التاريخ، وشددت على ان الفوز بالبطوله جاء بعد مده طويله تجاوزت 29 عام زي ما احنا قلنا. صحيفه الهداف برضو قالت الكحلوشه من نصيب الجزائر، كحلوشه يعني عندهم بيطلقوها على كاس امم افريقيا. كمان اشادت الصحيفه بالتواجد الجماهير الجزائري والتنظيم المحكم من طبعا قبل قوات أو رجال الأمن المصري. كمان صحيفة المشوار السياسي بعد فوزهم على السنغال في نهائي الكان قالت أن الخضر يتربعون على عرش أفريقيا. ده بالنسبة للصحف الجزائرية. بعض وسائل الصحف العالمية وبعض وسائل العالمية قالت مثلا صحيفة إس الأسبانية في عنوانها الجزائر أبطال أفريقيا 2019. كمان موندومو ديبورتيفو الأسبانية قالت أن الجزائر تهزم السنغال وترفع كأس أفريقيا الثاني بعد 29 سنة، وكمان قالت أن هي حرمت ساديو ماني من لقب أمم أفريقيا. صحيفة ماركا الأسبانية قالت الجزائر تهزم السنغال وحصلت لقب أفريقيا، وكمان أضافت أن الجزائر تغلبت على السنغال بهدف وحيد لتتوج ببطولة كأس أفريقيا للمرة الثانية في تاريخها منذ 29 سنة بفضل هدف طبعا بغداد بو نجاح أفضل مسجل في العالم خلال العام اللي فات. وكمان قالت أن المباراة الجزائر سيطرت على أفريقيا. في انجلترا ديلي ميل قالت ان المنتخب الجزائري عاد بعد غياب 29 سنه لكي يتوج باللقب، وكمان قالت ان هدف بغداد بو نجاح منح الجزائر كاس افريقيا، وساديو ماني يهرب من العقوبه في لقطه الاعتداء على فيجولي. كمان الصحيفه قالت ان النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الانجليزي افلت من العقوبه بعد تعرض على طبعا تعرضه بالتعدي على لاعب الجزائر، وقالت ان ماني فشل في تنفيذ وعوده للجماهير السنغاليه بعدما خسر منتخب اسود الترانجا اللقب القارلي. صحيفه ليكيب الفرنسيه قالت ان الجزائر تفوز على السنغال وتحرز اللقب للمره الثانيه. كمان يعني صلت الصحيفه ايضا هدف بغداد بو نجاح هو يعد ثالث أسرع هدف في البطولة الأفريقية منذ انطلاقها. بلدد الألمانية قالت أن فرانك ريبري نجم بايرن ميونخ السابق حرص على متابعة مباراة الجزائر والسنغال من المدرجات، وقالت أن حرص ريبري جاء بسبب جذور زوجته والتي تنتمي لأصول جزائرية. بعض برضو صحف السنغال بعد الخسارة من كأس أمم أفريقيا قالوا محاربي الصحراء أجهدوا حلم أسود الترانجا. كمان في فرنسا شهدت احتفالات عارمة وفرحة عارمة لكل الجزائريين المقيمين في فرنسا. في شوارع فرنسا الناس خرجت واحتفلت بفوز الجزائر ببطولة أمم أفريقيا. طبعا زي ما انتم شايفين يعني فوز الجزائر جاء بعد طبعا مشوار صعب جدا في امم افريقيا، كان هو المشوار الاصعب بكل تاكيد، استحقوا اللقب بعد طبعا روح قتاليه عاليه جدا ونواحي فنيه وتكتيكيه هي الافضل بين كل المنتخبات الافريقيه. جه دلوقتي ميعادنا مع فاصل ونستقبل بعد الفاصل المدير التحرير التنفيذي لليوم السابع والناقد الرياضي الكبير استاذ عصام شلتوتي، استنوا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونرحب طبعا بضيفنا النهارده رئيس التحرير التنفيذي لجريده اليوم السابع والناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت. اهلا بحضرتك يا استاذ عصام. اهلا بيك استاذ احمد، منور ومآنس الناس ان شاء الله اللي بتتابعك. انت من الشباب ان صح التعبير يعني اللي عنده كاريزما وعنده كل ما هو حقيقي
شفتك كتير وتابعتك كتير ما شاء الله عليك. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك يا استاذ عصام. خلينا بالبدايه كده نبدا من امبارح، من نهائي طبعا امم افريقيا من امبارح 2019. ازاي شفت حفل اختام الكان امبارح؟ لا شفته بكل ما تحمل الكلمه من فخر، بكل ما تحمل الكلمه من اعزاز، بكل ما تحمل الكلمه من احترام العالم. انت عارف يعني ايه المراسلين الاجانب، يعني طول الوقت الحركة العظيمة الجميلة دي طول الوقت بيعملوا لنا كده خشية انه يكون اللي بيقابلهم او اللي معديين عليه مش عارف يقول له كلمة بأي لغة من لغاتهم، لكن في النهاية بيجيبك بما يشرح قلبك، بما يعوضك عن كأس الكرة. لانه انا قلت في المكان ده وفي كل حتة من بداية البطولة ان هناك كأسين، الكأس الاهم هي كأس فوز مصر بعظيم التنظيم، هي كأس العالم يعطيها طواعية للمصريين. خرجنا ببنية تحتية وبنية نفسية، خرجنا وعرفنا ليه 16 صوت اللي ادوا مصر التنظيم منتهى الثقة، وليس فقط انه عارفين ان في مصر هتنفذ البطولة. ده طبيعي، عملناها قبل ما حد يستفيق لفكرة التنظيم بإرادة وخبرات في أزمنة سابقة. لكن مع عنوان مصر الجديدة بس ده مش الفار في 2013، هذه الوثيقة اللي وقعناها الكل، الحقيقة بقى في دولة على الأرض بتعطي الكفاءات والشباب كل ما يمكن أن يكون طموح وأمل، وبتوفر كل الأشياء. خرجنا بتذكرتي، خرجنا بالفان اي دي وثاني دولة تنظمه بعد كأس العالم، خرجنا أيضا بقطع يد من يقترب من جيوب المصريين من شبكات فساد وتايم سبورتس، هذه القناة التي ملأها الشباب طبعا والخبرات، حيوية ونشاط وتغطية متميزة على أعلى مستوى. كنا ونحن في قلب الحدث، يعني شرفت أن أنا كنت نائب رئيس اللجنة العالمية مع زميلنا المحترم أسامة إسماعيل بكل ما يمكن أن يكون من شكر، من ثانك يو، مش أنا اللي بقوله، لكل النجوم الأفارقة اللي كانوا بيروحوا الاستوديو بتاع تايم سبورتس. وبالتالي لا، المساحة دي عظيمة قوي. عايز أقول لك أنه التقارير التي خرجت من مصر بالأرقام، وطبعا أنت راجل بتعمل في الإعلام، لكن خلينا نقول للجمهور أن هناك ما يسمى بمساحات اللي هي بتبقى إعلان مدفوع الأجر للترويج عن بلد، عن سياحة، عن اقتصاد، عن أي شيء كل العالم بيعمله، أوروبا، أمريكا بتعمله. عملنا قد ده عشرات المرات، والناس ادتنا حقنا من غير أي شيء غير ويلكم تو ايجيبت، أهلا بيك في مصر، نورت مصر، عبارات رددها الشباب، عبارات رددها الكبار، عبارات تأكد منها كل ضيوف مصر اللي اعتبروا ان هم موجودين في بلادهم زي ما قالوا لنا بكل اللغات اللي كانت موجودة في البطولة. هذه الكأس وحدها من حفل بقى القرعة التاريخي اللي مثل لنا الحاضر والمستقبل، لأنه بصناعة مصرية بأحدث تكنولوجي، مش شبه أحدث تكنولوجي، هو بأحدث تكنولوجي حقيقي، من بث تلفزيوني و24 كاميرا تنقل النهائي، وكاميرات للنجوم الكبار، وكاميرات للفار وكذا. أيضا ملاعب مجهزة نسخة دولية، والله نسخة دولية اللي هو أرينا القاهرة، مش بس استاد القاهرة. خرجنا بكوادر للمستقبل، خرجنا بدولة عندما تمتلك الإرادة للتطوير هي ماثلة أمامنا. صحيح زي ما قلت لك مع عنواننا العظيم مصر الجديدة في مشروعات عدة، لكن الآن امتدت هذه الإرادة لملف صناعة الرياضة، وفي القلب منها مصنع كرة القدم، صناعة البهجة، صناعة أمن قومي، صناعة كل ما هو يسعد المصريين ويحقق بقى إيه؟ فرص عمل إضافية، زيادة مساحة السياحة. عايز أقول لحضرتك كل ده الناس لمسته، يكفي أنه خلال ما تم على الأرض أن يعطيك فورا الاتحاد البالون دور على شواطئ البحر الأحمر إن شاء الله في يناير المقبل. يكفي أن زيارة راموس، يعني وسيبك من مناكشات الكورة ولما زعلنا مع موسى صلاح، لكن لما هو يختار ده ويقول أنا فين يا ناس، يعني إيش جمال يا ناس بالمعنى الدارج. يعني عايز أقول لك أنه ده حتى سياسيا كان ليه مدلول. خلينا نتكلم أن الكرة
سياسة طبعا. إذا كانت الرياضة سياسة وفكت عقد بين دول، كان فيه اهتمام بالتنظيم بالبطولة من كافة القدم أيضا طبعا الدولة. لأنه ليه بقى؟ لأنه مع وجود راموس وإعلانه ده الغير مدفوع الأجر بالزبط. كان هناك قرار أسباني برفع الحظر عن منطقة البحر الأحمر شرم والغردقة وكذا. تخيل لما راح إنفنتينو المتحف المصري وأصر على أن تكون زيارته شخصية ولا يلاحق فيها يعني ما يسمى به المراسلين الأجانب والصحفيين الرسم يعني بصورة رسمية. طب أستاذ عصام إزاي بنحافظ على كل المكتسبات الصور دي؟ شوف هي نفس العجلة الدوارة دي، دولة تمتلك الإرادة تأتي بالكفاءات تحاسب تمنح وتمنع ثواب وعقاب. الموضوع سهل جدا، نسخة دولية أخرى لإدارة كرة القدم يتم ترجمتها لجل النبي بالمعنى الدالي للناس اللي هو كده. ما ينفعش إيه نقول نجيب خمسة ناس عشان نقعد نقول إحنا أحسن حاجة نعملها نجيب لجنة، إحنا أحسن حاجة نعملها نجيب تمانية، إحنا أحسن حاجة نعملها نجيب الكابتن عصام بدل الكابتن أحمد، إحنا أحسن حاجة نعملها نجيب 11 لعيب أحسن من 11 لعيب، إحنا أحسن حاجة نعملها لا، إحنا عايزين نعرف كل اتحاد في العالم هيكليته إيه؟ له أعضاء كذا يبقى له أعضاء بالظبط بس بالترجمة عربي، عنده رابطة محترفين وأندية لها تراخيص احترافية بكرة الصبح زي ما قلت لي كده نبدأ من امبارح. أنا بقول لك بقى نبدأ من امبارح وبكرة الصبح يصدر قرار إن احنا عايزين نسخة من كل اتحاد عالمي لأنه القواعد واحدة. شوف تجارب الاتحادات العالمية ونستعين بيها، مش تجارب نسخة. تترجم إذا محتاجنا لتطوير التحكيم كلنا كان موجود امبارح بالمناسبة وهو من هو في عالم التحكيم يجي يقعد سنة كخبير أجنبي لإصلاح التحكيم. ثقة الحكام لما مش يبقى المحلل في التي في لا يبقى اللي قاعد بيكلمهم اللي قاعد بيقول لهم يا ابني انت هو بطلوا حكاية بر الأمان وبطلوا حكاية مش عايزين دوشة وخليهم يجيبوا لكم 10 جهاز من ده والرشاش الرزاز المنتشر ده ولا المتلاشي ولا حتى معجون علاقة زي ما بقولها دايما من الشركات قالت ده منتهي الصلاحية بس يعمل العشرة ياردة لا لا عندنا الكثير خاصة أن الدولة تمتلك هذه الإرادة ولن تتدخل كعهود سابقة في كرة القدم لا الصناعة ولا البهجة فنيا يعني مش هتحب أحمد ولا عصام لا هتقول اختاروا لي الأفضل وبالتالي يبقى عندنا مدير فني للاتحاد نفس الكوادر اللي تشوفها مثلا في الاتحاد الفرنسي في الاتحاد الزامبي شفت بقى لأنه النسخة موحدة بس في بالألماني في بالإنجليزي في بالفرنساوي في بالعربي وبالتالي الذي يدير منظومة محترفة يجب أن يكون محترفا لا يمكن أن يدير منظومة محترفة من هو هاوي لأنه هيجي يكلمك في الآخر لغة خلاص بقى يعني أكل عليها الظهر وشرب هيقولك يا عم أنا راجل متطوع يا عم إحنا متشكرين بقى فلتغادرنا فورا عدا اللي هو البورد نفسه يعني اللي بيخش الانتخاب بجمعية عمومية بكذا وماذا الجمعية العمومية تحتاج إعادة نظر أيضا لأنه كان ضمن الدول قديمة يعني أو عهود قديمة يقولك افتحوا لهم الباب عشان نقول كل حاجة صح لكن لا أعتقد أن الدولة المصرية الآن من 2013 هيكون عندها نفس الرغبة في فكرة إيه راضوا الناس لا خلوا الناس تشتغل خلوا عندنا أفضل الصناعات والاستثمارات إحنا على فكرة اكتشفنا إن إحنا مش بقى مش بعيد قوي لا ده إحنا على الخط نفسه عايزين نلمس الشريط ده بتاع آخر السبق بس نلمسه كده إحنا كنا زمان نقول إحنا بنقرب لا إحنا قريبين قوي اللي يعمل بطولة ب 24 منتخب بثمان منتخبات إضافية في شبه مونديال وهذا ما أكده رئيس الأمم المتحدة الكروية إنفنتينو والناس دي ما بتقولش ده كده طواعية حتى بيصعب عليهم الكلام عن رؤساء أو حكومات لكن الرجل لمرتين وجه الشكر لرئيس الدولة المصرية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللحكومة المصرية ممثلة في دكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس الوزراء ودكتور أشرف صبحي أيضا وزير الشباب والرياض يكفي أن أنت كنا بنشوف الناس دي عربياتهم كرفانات بيغيروا ملابسهم علشان حكاية إيه عايزين نبدأ من امبارح دي بالظبط معظم وسائل الإعلام العالمية
أشاد بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية كلها بعد مصر. إذنك بالظبط لا كلها ليه كلها عارف بس ليه؟ المعظم ليها ليها ده إفيه. أفضل تنظيم لبطولات كأس الأمم الأفريقية إزاي شفت ده؟ لبطولات قارية مش بس الأمم الأفريقية تمام. لكن أنا ليه مسكت الإفيه منك بتاع كلها لأنه بي بي سي وجارديان مواقفهم ضد مصر معروف لكنهما أخرج تقارير أكنك واحد حاطط لواحد مسدس في رأسه ويقول له اكتب مش بيهدده بعد المرة دي بيقول له ايه اكتب وقول الحق بالظبط كانش يقدر يخرج بره السرب فدول بالذات فخر لينا انهم يقولوا ده على اللي حصل في مصر بمنتهى الحقيقة احنا مش عايزين مجاملة من حد تخيل بقى المرة دي فعلا لا نحتاج من يجاملنا بل كنا نحاول ان نرصد ما يجعلنا نصل لخط النهاية بتاع ان احنا ضمن المنظومة العالمية تنظيما لغاية ان شاء الله ما نبقى ضمن المنظومة العالمية ايضا فنيا وحتى ده مش بعيد حضرتك نجاح مصر تنظيم افريقيا 2019 هيكون دافع ان احنا ننظم بطولات اكثر واكبر في المرحلة الجاية بقناعة الاول اسم مصر لوحده كان ميزان للثقة كان مدعاة لاستقطاب بطولة او تصفيات او كذا لكن المرة دي بقناعة البالون دور لو يعلمون حاجة من كبريات الإيفنتات أو الأحداث الرياضية وفي القلب منها طبعا كرة القدم ومن ثم أعتقد دي ما كانش قرار كده جاي بفكرة قضاء وقت جميل في مصر أو على شواطئ البحر الأحمر إن شاء الله لكنه بقناعة ما قدم يعطي علامة كاملة للمصريين ومن ثم أنت عندك كمان تصفيات المنتخب الأولمبي وهي برضا القارة جمعاء منقولة لمصر المجموعة اللي بيلعب فيها منتخبنا الأولمبي نتمنى له التوفيق إن شاء الله وبالتالي خلاص أنت بص أيا ما تقدم مصر كما قدمت هذا الملف في 72 ساعة زميلي العزيز ستفوز بالتنظيم أنت كان عندك ملف اللي هو ما يسمى برصيد خبراتك أو سيرتك الذاتية أو سيفيك أنت أضفت له المرة دي بقى النسخة التي ترجمت بكل لغات العالم كنت الأول بتدوس في السيرة الذاتية الأفريقية وربما العربية والشرق أوسطية لكنك الآن على تماس مع ما هو دولي هاخد حضرتك بقى ونروح لنهاية أفريقيا 2019 تقييمك إيه المنتخب الجزائري امبارح بعد تتويج ببطولة أفريقيا هو فريق في كل الأحوال يعني وده اللي أحيانا بنقوله على الكرة لما الناس تعزوها لفكرة بس يعني اللجوء للدعوات الصالحات وكذا لا هو فريق خد نتاج عمله على مدار البطولة حتى لو لم يقدم في المباراة النهائية أفضل العروض هي تتويج حتى في الهدف اللي جه يعني بسرعة وكأنها هدية للأشقاء الجزائريين أعتقد أنه ده نتاج جهد دؤوب من لاعبين قبل أي حد لا تقولي بقى بالماضي ولا بالحاضر ده أداء رجولي للاعبين طبعا لأنهم يعوا الاحتراف وبين تنوين الوطنية أجادوا استخدام كل ما فازوا به من حصص تدريبية تكتيكيا ونفسيا وكذا لكن الأهم إن هم رجالة دي حقيقة الحقيقة أداء رجولي انعكس أيضا على فريق السنغال اللي ارتبط بشعبه اللي معاه نجم سوبر غاية في التواضع هو سادو ماني وبالتالي هو نهائي لائق جدا رغم غياب الفراعنة لكنه نهائي يعني لائق جدا بما قدمته مصر وبالتالي لا تستطيع أن ترصد كرويا في مباراة زي مباراة السنغال والجزائر أو الجزائر والسنغال لا تستطيع أن تحللها كما حللت مباريات سابقة ليه؟ لأنه الماتشات دي أنت جاي تلم الحصاد أنت مش جاي عشان تمتع الناس إذا حدث أهلا بيك لكن إذا خطفت الكاس أهلا بيك برضو وبالعكس أهلا بيك وتحتها 100 خط ليه؟ لأنك أسعدت ما يمكن أن يكون جمهورك وشعبك بقيت على يقين كمان أنك خاصة الفرق اللي ما بتصعدش صدفة زي الجزائر والسنغال صعدوا بشيء كروي إن صح التعبير يعني وبالتالي لا يمكنك أن تعطي يعني مسافات أو درجات للاعبين أو حتى للخطط أو للتكتيك لكن أجاد منتخب الجزائر وقائده الفني جمال بالماضي ولو أني زعلان منه في جزء يعني شخصي عربي كده لكن كمدرب أجاد فكرة
تحضير لاعبيه. أنا نفسي ما رفعش الحكاية زي ما احنا متعودين من أشقائنا محاربي الصحراء، يعني ما أشعلش الحماس 100%، لكنه كمان استطاع أن يضع لاعبيه في الثلج، يعني بمعنى عمل لهم استشفاء، أجهد كثيرا لاعبه الجزائر، ومن ثم كانت الحصص التدريبية لفك العضلات، لترجيع العضلات لسابق عهدها أو لجزء كبير من سابق عهدها. نفس الحكاية مع إليوسيسي، وهل العجب أن الاثنين مواليد نفس القرية في بالقرب من باريس بالزبط. وبالتالي لعب معا، حتى الفرق بينهم في الأعمار يوم واحد والاثنين لعبوا في باريس سان جيرمان، والبلدة دي على فكرة قررت أن تحتفي بهما يعني. لكن شو بقى إليوسيسي ده، راجل لم يتخلى عن جنسيته السنغالية رغم أنها بلاد طيبة، يعني في الوقت اللي كان ممكن ياخد الجنسية دي أو دي مع ما يسمى بسن المراهقة، كان ربما هو أو أسرته يعني يقول لك نبقى فرنسويين، يعني خاصة وهو كان بادئ كرة القدم في يعني باريس سان جيرمان وما أدراك، لكنه احتفظ بجنسيته السنغالية حتى يفيد بلاده، وهذه هي الوطنية التي عندما تكون حاضرة مع الاحتراف تبقى أنت قدام نموذج متكامل يا صديقي العزيز. وبالتالي هو أيضا يجب أن تعطيه مساحة من المنطق في أنك تقول له شكرا سيسي، قدمت خلاصة ما يمكن أن يكون جهد، لأنه هو أيضا هذه المرة الأولى التي كانت السنغال تبحث فيها بجدية عن الكأس التي لم تفز بها قبلا يعني، وبالتالي هو كمان قدم نفسه احترافيا بصورة رائعة عقب المباراة أكثر منها خلال المباراة. لم نرى كثيرا مدرب خاسر يخرج ليؤكد أن فاز من يستحق، إذا لم تعطينا الكرة الآن ستعطينا مع مزيد من العمل. اجتمع بلاعبيه عقب إطلاق صفيرة الحكم، ويمكن أهالينا في مصر والعالم العربي وأفريقيا شاهدوا ده وهو بيكلم لاعبته، وفي القلب منهم سادو ماني واقف تلميذ مع أستاذه مهما كانت نجوميته، ثم ذهبوا لشكر جمهورهم ثم طافوا الملعب على الجمهور المصري والجزائري شاكرين مهنئين لزملائهم الجزائريين. معاني كثيرة جدا في مباريات تافهة، أنا آسف في الكلمة، يقول لك ما فيش مؤتمر صحفي، الكابتن ما جاش ليه، كابتن مخصمنا، الكابتن اتغلب، كابتن اتعادل، كابتن يعني مش راضي عننا. ولكن القواعد عندما يتم تطبيقها تجد كله تمام. طب طبقت فين ومين؟ طبقت في مصر وبالمصريين أكيد. نروح دلوقتي نشوف تقرير عن بطولة الكان 2019، ونرجع لحوارنا الشيق والممتع مع الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلترت. وعدت مصر فأوفت، هذه المقولة تجسد الإنجاز الحقيقي الذي حققته الدولة المصرية حينما وعدت قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية بأنها ستنظم بطولة يتحدث عنها التاريخ. البعض رأى أن هذا الكلام مبالغ فيه بالنظر إلى الملابسات التي صاحبت تنظيم مصر للبطولة، والتي أسندت إليها شرف تنظيمها في مدة قصيرة للغاية. لكن رد مصر كان عمليا، لم تكتفي فقط بحديث التاريخ عنها، بل نظمت أفضل بطولة على مدار تاريخ البطولات الإفريقية على الإطلاق. حديث العالم عن البطولة بدأ بالانبهار الذي تحدث عنه الجميع عقب حفل افتتاح البطولة، فوسائل الإعلام العالمية شبهته بالإعجاز، فيما قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إن مصر قدمت ليلة استثنائية، فيما قال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي الكاف مصر شرفت إفريقيا. كل هذا عن حفل الافتتاح. لتتوالى الإنجازات في البطولة على مدار شهر كامل، أبهرت مصر فيه الجميع، تخطت كل الصعوبات، قدمت ملاعب أبهرت الجميع في وقت قياسي، قدمت صورة مشرفة سواء من الناحية التنظيمية أو من الناحية الأمنية. على الرغم من الوداع المبكر للمنتخب الوطني للبطولة من دور 16، إلا أن هذا الأمر لم يؤثر مطلقا على نجاح البطولة. الجميع تخطى الأمر سريعا لأن الهدف
كان أكبر بكثير، لأن المطلوب هو إنجاح البطولة، وقد حدث بالفعل. وقبل نهاية البطولة بأيام قليلة جاءت الشهادة مجددا من أنفانتينو الذي قال إن مصر أبهرت الجميع، فيما قال أحمد مرة أخرى: الناحية الأمنية كانت تقلقني قبل البطولة، لكن مصر قدمت مثالا كبيرا للغاية بأنها تستطيع تنظيم أي حدث. وجاء حفل الختام ليسطر سطرا ذهبيا جديدا في تاريخ البطولة الإفريقية كان مصر 2019، حيث مزج بين الإبهار والبساطة لتكون الكلمة الأخيرة رائعة مثل ما كانت الكلمة الافتتاحية: نعم مصر تستطيع حينما تكون المهمة صعبة. فمن المؤكد أن مصر تستطيع، حينما يراهن البعض على فشل مصر فإنها بالتأكيد تكون عند حسن ظن من راهنوا على نجاحها. نعم مصر تستطيع. ما أجمل أن تأتي هذه الشهادة من الخارج، وهو ما حدث بالفعل. شكرا لمصر ومبروك للمصريين. فعلا مصر تستطيع، يعني مصر فعلت المستحيل. يعني سمعنا عن تنظيم البطولة قبل البطولة بثلاث أربع شهور، لكن مصر قدرت إنها فعلا تحقق المستحيل. زعصان أجاز هم يعني الأجانب قالوا كده، وكابتن جوهري رحمة الله كان يقول لك الخواجة بيفهم أكتر من البني آدم. ليه الناس مش بتجامل يعني؟ وبالتالي ده إعجاز حقيقي على الأرض يعني. لكن نعم مصر تستطيع، لكن نضيف نقطتين ومكملة إن شاء الله. في كل ما هو وأعتقد إن كلمات التقرير أكدت الكلام اللي حضرتك قلته. ده اللي بقوله لحضرتك، إنه فعلا لازم نشكر كل الجهات التي عملت، الشباب المتطوعين، كل لجان البطولة. رجل كان وزيرا سابقا ومحافظا زي الدكتور محمد سلطان كان موجود للإسعاف وهو متبرع لصالح وطنه، اللجنة المنظمة الحقيقة، الشركات الوطنية عشان نعطي كل ذي حق حقه، اللجنة العليا من أول الدولة بقرار الرئيس بتشكيلها، ثم دولة رئيس الوزراء ومعه دكتور أشرف صبحي، اللجنة المنظمة المحلية بهنا بريدة، الشركات الوطنية التي قدمت كل الأشياء، النقل التلفزيوني، البث المباشر، الفوركي، مش عارف معدي إيه كده، يعني حاجة أحدث يعني. أعطي كل من له حق في هذا النجاح شهادة تقدير يستحقها من جموع المصريين اللي فرحوا ببلدهم قوي. وهتقولي كان نفسنا إن احنا طبعا، لكن احنا سبع نجوم كروية هنصلح، وبنفس الإرادة ولا بد من نظام جديد يكمل سلسلة الانتصارات العظيمة دي، ويجعل وجه مصر فعلا كما كل الوجوه مكتملة الأركان. وبالتالي اللي جاي أنا بقول لحضرتك أنا متفائل بحكم وجودنا في التفاصيل، وحضرتك وكل الأجيال في شغلتنا طبعا، لأنه القادم يسير، القادم أسهل من أي وقت سبق. وبالتالي أعتقد أن مصر تنتظر كل مستحقاتها في غد أفضل إن شاء الله. نروح بقى للنواحي الفنية لبطولة أمم أفريقيا، شايف إزاي أو رأيك إيه في مستوى المنتخبات اللي شاركت في البطولة أو المستوى العام لبطولة أمم أفريقيا؟ شوف المستوى العام طبعا، لأنه هذه هي المرة الأولى اللي تقام فيه بطولة أفريقيا عقب انتهاء المواسم، تحديدا الموسم طبعا الأوروبي، سواء الدوريات أو وصولا بالبطولة الأوروبية للأندية طبعا بكل فروعها، إذا كانت شامبيونز ليج أو كونفدرالية زي ما بنسميها احنا. وبالتالي اللعيبة جاية منهكة جدا جدا جدا، ولولا أن البطولة في مصر أنا بقول لحضرتك المستوى كان هينزل عن كده كمان ثلاث درجات على الأقل. ليه بقى؟ لأنه الانبهار والأبهة دي خلت اللعيبة الأفارقة يشعروا أنهم في أهم فترينة عرض. عارف كده نجم السينما لما يحس أنه على السجادة الحمراء بتاعت هوليود وليلة الأوسكار
الكل شعر أنه سيفوز بأوسكار، الكل شعر أن العالم يراقبه من أرض مصر، وهذا ما حدث. هي الأعلى رقميا في المتابعة سواء بالبث أو زي ما حضرتك قلت في أفرع الإعلام جمعاء، وبالتالي المستوى الفني تأثر كثيرا. لم تشاهد هذه العركات الكروية بين القوات الكروية العظمى يعني، لكن لا زالت هي المصنف رقم اثنين بعد بطولة أوروبا، لأن أنت سابق كوبا أمريكا. ليه سابق كوبا أمريكا؟ لأن كوبا أمريكا طبعا بصمتها والتانجو الأرجنتيني، لكن باقي البلدان ما عندهاش نفس الملاءة من النجوم. ممكن يكون محترفين ومنتشرين فرادة، لكن لدينا على الأقل 10 قوات كروية عظمى في أفريقيا تتنازع هذه المنافسة، وبالتالي المستوى لم يزد يعني عن في أحلى الأوقات إلى رقم جيد يعني، أو 7/10 أو 7.5/10 اللي هو أقل من جيد سنة، لكنها لم تكن بطولة سيئة المستوى، وبالتالي هتظبط نفسها لما تبدأ تتلعب في الأوقات دي. لكن أنا بأشعر كده أن هناك يعني في اللجنة الفنية في الكاف من يريد أنه يقول أن المعدة شوية مش مناسب، وإن كان بيضبط الأداء مع اللاعبين المحترفين ومع المواسم أيضا، دي حقيقة، ويجعل بلد زي مصر اللي كنا احنا بنأجز في أوقات، تيجي البطولة وانت في نص السنة أو في الجزء الثاني من الموسم كان بتعمل ربكة. إذا استمرت على هذا الحال أعتقد أن هي هتثبت نفسها من البطولة القادمة في الكاميرون، ربنا يعينهم بقى. عايز أقول لحضرتك كمان أنه من ضمن الإضافات الفنية 6 اتحادات أفريقية طلبت موظفيها وفنييها الذين خارج أطر الدعاوى الرسمية حتى يأتوا لتسجيل ما يحدث. في مؤتمر الصحفي للمراسلين الأجانب طلبوا رسميا صحفيو كاميرون كوت ديفوار تحديدا قبل أن يتبعهم زملائنا من الصحفيين العرب مساندة مصر من اللجنة المنظمة. لازم تبقوا موجودين مع الكاميرون ومع كوت ديفوار اللي هي البطولة 23. بعد ما رأينا الكلام ده كان امتى؟ بعد تاني ماتش في المجموعات. وبالتالي لا احنا عاملين حاجة كبيرة يعني. قوي الله. حاجة لا بقول لحضرتك طبعا رسمي من الصحفيين بس كأنهم بينقلوا يعني ما يسمى بتوكيل عن اتحادات بلدانهم يعني، او على الاقل دي تعد رغبات شعبية كويسة طبعا يعني، ان البلدان دي عاوزة شبه اللي حصل في مصر التي يروا فيها انها الوطن الجامع للقارة الأفريقية. الناس كانوا سعداء قوي على فكرة بهذا الكم من التحضر، حتى إن ملت إلى شقيقك العربي لكنك لا تنسى ابن عمك من داخل القارة. صحيح كانت بتزعل أشقائنا شوية، لكنه كان قمة التحضر. أنا حتى لما بقول جمال بالماضي يعني عايز أرد عليه، لماذا صفق نجوم الجزائر وحضرتك وجهازك لجمهور السنغال وفريق السنغال؟ لأنك تريد أن تكون متحضرا، لكن لما تحاسب المصريين أنهم بيقابلوا كل ضيوفهم بحفاوة، إنما ميزوك لأن أنت الشقيق والآخر ابن العم، إنما ابن العم على الرحب والسعة، هو في بيت العم يا أخي، أنت فين وإحنا فين؟ لا لا لا، لكن بص كل ده ما يأثرش. ليه؟ لأن الجزائر مش أفراد، الجزائر هي الوطن الجزائري، هي السعادة اللي شفناها من مين بقى؟ من الشعب بكل كاميرات العالم وهو يوجه الشكر. يكفي أن أشقائنا الجزائريين في فرنسا يخرجوا نقلا عن أهليهم أو أصحابهم أو أصدقائهم اللي في القاهرة علشان يقولوا شكرا مصر، علشان يبدأ يقولوا يعني قالوا لك نورت مصر، يقول له آه يا عم ورحت بيت واحد اسمه الحاج كذا. لا لا والجماهير المصريه شجعت الجزائر مش عشان خاطر الافراد، فانا بقول لحضرتك الجزائر دوله عربيه شقيقه عشان خاطر الوطن بالزبط. عشان خاطر في كده بقول لك عنوان اسمه مصر الجديده، يعني مصر العروبه، يعني مصر ايضا القاره الافريقيه، يعني مصر الشرق الاوسط. مش كلام كبير والله، الكبير في مساحه ما زي الامم الكبرى لازم يبقى كده، فلا بد ان ترعى الكل، وده العنوان بتاع مسافة السكة اللي كان الرئيس قد أعلنه طبعا، وده العنوان أيضا اللي خلى مصر هي رئيس الاتحاد الأفريقي في جولته الحالية، ومن ثم المستوى الفني لا يزعجك كثيرا للبطولة ككل. دي حقيقة. شايف حضرتك يا عصام بقى تقارب المستويات بين المنتخبات المشاركة في البطولة، ده كان سبب في ظهور منتخبات زي مدغشقر وبنين؟
طبعا. وإن كانت مدغشقر دي برضو يعني ظهرت على استحياء من فترات، صحيح ما اكتزتش التصفيات للوصول، لكن بنين دي كان يعني في أوقات بيبان أن هذه مناجم، لكن مناجم مواهب يعني، لكن ينقصها من يلمع هذه المواهب، ينقصها بعض الإمكانيات. وأعتقد ده اللي بيخلينا لما بنقول للناس يعني أو نحاول نعلن لهم لما بنروح بلدان أقل إمكانيات من مصر، بنقول لهم أن الدول الأفريقية دي حقها تاخد البطولة، لأن البطولة بتضيف لهم خدمات لوجستية، بتضيف لهم محللين فنيين، بتلقي الضوء حتى على ما هو خارج كرة القدم. وبالتالي بقى فيه يعني بطولة أفريقية هي الأولى التي تجد فيها أكثر من جواد أسود يعني. كان زمان يعني نقعد ندور بعد كتلة مباراة كان نقول مين الحصان الأسود، لا المرة دي الجياد السوداء ما أكثرها. والحقيقة يعني أن هذه القارة هي منجم، وأن مصر لابد أن تصبح سنتر احتراف لهذه القارة البكر. وبالتالي أنا بقول لحضرتك أن دي استثمارات تحتاجها المحروسة العظيمة دي في شتى مناحي الحياة. دي حقيقة. بعد انتهاء البطولة شفنا 24 منتخب، هل كان من الأفضل أو شايف من الأفضل للبطولة دي أن يكون 24 منتخب ولا زي البطولة السابقة ب 16 منتخب بس؟ لا خلاص، هي عدت فكرة ال 16 واتجهت نحو الاتساع، بس من ناحية الفنية أنهم أفضل؟ الأفضل 24 خلاص. أنت كده كده هتلعب، كده كده هتتوقف، كده كده لعبتك زي ما قلنا احنا عندنا يعني السنة الماضية بس ثلاثة أفارقة هم على قمة العالم يعني في الكرة الإنجليزية. وبالتالي عايز ايه تاني اجمل من كده؟ لما تتحدث عن هذا الاحتراف يبقى لازم تبقى قريب من النسخه. كاس العالم الان زادت عدد فرق، ومن ثم انت لازم يبقى عندك تجربه شبيهه. وده اللي قلته لحضرتك، هناك دول حتى بتحظى بما يسمى دول مانحه، تعطيها مستشفيات وطرق وكباري حتى خارج اطر الملاعب في المساعدات، ما يسمى بالمساعدات. وبالتالي 24 فريق مش كتير، لانه دي صناعه، والصناعة تحتاج لإنتاج غزير. ليه؟ طالما هو مطلوب، وأعتقد أن اللاعب الأفريقي خلاص بقى مطلوب مطلوب يا ولدي يعني. لو سألنا حضرتك عن أفضل مدير فني في البطولة تختار مين؟ أفضل مدير فني في البطولة أعتقد أنه هيكون إليو سيسي مع جمال بالماضي، لأنهم قدموا زي ما قلت حضرتك ما يمكن أن يكون حقيقي على الأرض. اعترفوا بأن كرة القدم ما هياش فقط الرجل الذي يدير فريق، شفت كمان مع كلاهما فريق عمل واسع الحقيقة يعني الرجل السنغالي معاه 2 أجانب يعني من جنسيات أوروبية يعني، ده اعترافا منهم أنه هو استحق العمل ضمن فريقه يعني. تقريبا جهازه 12 فرد وجمال بالماضي 10 إن لم تخن الذاكرة يعني. وبالتالي هما الأفضل مش عشان وصلوا النهائي وبس، لكن لأن قدموا بفريقهم ما هو يدل على حسن العمل. أفضل لاعب شفته في البطولة أساسا؟ أفضل لاعب شفته في البطولة هو في يعني أكتر من لاعب، لكن خليني أقول لك إن أنا يعني عجبني قوي البلايلي يعني خارج أطر أن تعطي أفضل لاعب لنجم زائع الصيت عالميا وارد أنك تقول هذا أو ذاك، لكن البلايلي لاعب مش محلي، لا لكن لاعب من داخل القارة، هو يمثل احترافنا احنا. ما أنت تدي أفضل لاعب لموسى صلاح لسادو مانيل غيرهم من المحترفين الكبار حتى لو أدوا أداء جيد، طب إيه الجديد؟ لكن أنا بتحدث عن الاحتراف القاري أو وجهة نظر أنا طبعا، أنه الاحتراف القاري ده أهم، هو ده رفع الحافز، هو ده زيادة المنتج، هو ده زيادة الصناعة. عايزين لنا كم كرتونة لعيبة كده عشان يبقى عندنا زي التانيين، ما احنا ازاي بنقول هنتقدم إن شاء الله، وده هيحصل إن شاء الله. قبل ما نروح لوضعنا احنا ككرة مصرية، مين أفضل منتخب لفظ؟ لازم نروح لوضعنا احنا ككرة مصرية، ده لازم ده. مين أفضل منتخب شفت حضرتك أساسا في البطولة؟ من حيث النظام ولا الفنيات؟ ما هو أصلا أنت هتلجأ للغة الأرقام، هتلاقيهم هم الأربعة اللي راحوا يعني المربع الذهبي يعني كذا كرة القدم، لأنه ما دون ذلك هو محض يعني تحليل إضافي يعني أو رصد لموقف ما أو رصد لفريق مثلا إنذاراته أقل أو كذا أو فاز باللعب النظيف يعني. لكن حتى الحاجات دي كلها بقت ممنهجة وبقى بيعطى عليها
درجات ومن ثم جوائز. فالافضل هو الرباعي الذي وصل للمربع الذهبي. مش حاجه اسمها حد خرج فتقول له معلش يا ابني كتر خيرك انت كنت الافضل. مش حاجه اسمها كده. هل كان في منتخب يستحق مثلا الصعود او التاهل للمربع الذهبي لكن الظروف ما خدمتوش؟ ما هو هي دي. هتقول ايه؟ هتقول يعني من بين فرق كتيرة بنين لكنه قليل الخبرة. هتقول مدغشقر يعني مش هتروح لقوات عظمى يعني، لكن هتروح لمواليد الحداثة، مواليد انه عايز يدخل الصناعة دي. الموهبة هي موجودة بالفطرة لكن عايز يدخل الصناعة دي. فانت من اول التمانية او دور التمانية تحديدا تبدأ تقول يعني هلو هم دول اللي تتكلم عنهم النوم الافضل يعني. لانه من بعد المجموعات بيكون في الثلاثي اللي بيصعدوا افضل توالت او الرباعي اللي بيصعدوا افضل توالت، دول بيبانوا بقى او بيكشفوا فين؟ في المباريات الاقصائيه. غالبا في دور الستاشر حصل هذا الانكشاف، ومن ثم من اول دور الثمانيه تقول دول افضل ثمان منتخبات ثم افضل اربع منتخبات مهما كان جنرال توفيق انصف حد منهم على الثاني يعني. دي حقيقه. نروح بقى لوضعنا الحالي هنا في الكره المصريه. يلا بينا. ازاي شايفه يا استاذ عصام؟ أنا قلت لك الإصلاح ما أسهله بوضع ضوابط للاحتراف. مفيش احتراف اسمه أوبن بوفيه، مفيش واحد يشتغل شغلتين في اليوم. من الآخر مفيش واحد يدير منظومة محترفة وهو هاو. مفيش واحد يقول جاب أحمد بمليون وجاب عصام باتنين جنيه ولا نجد إنه لابو مليون ولا بو اتنين جنيه قدامه حصل مبيعات، حصل سعر البث يرتفع، حصل إقبال على السوفينير من تيشيرت المج، كل الهدايا اللي هي دي اللي هي عصب الصناعة. ما لم يكن لدينا احتراف كامل اللي هو موجود بالفعل على الأرض، لكن يقول لك بس لسه احنا أنديتنا ما خدتش الرخص. ليه يا عم ما نروح مرور الكورة نجيب لهم رخص؟ مفيش مشكلة يعني. طب احنا عايزين ايه يا عصام عشان نرجع من جديد؟ هو احنا ما ضعناش عشان نرجع من جديد. لدينا ما يجب إصلاحه. ان انت زي كده ما اتكلمنا عن التنظيم بالملاعب بالبنية التحتية بي بي بي، اتكلم كمان عن اللعبة. المسجلين في الكرة المصرية لا يتعدوا 40% من المسجلين في ألمانيا، وأنا يعني كتير بقولها واللي سامحني يعني يعني أهالينا المصريين بقولك يعني يدوب لو فوق 40% من المسجلين في ألمانيا في كرة اليد. في كرة اليد مش كرة القدم. من يعني من الأشياء التي لا يمكن أن ترصدها في أي بلد في العالم إنك تلاقي واحد مثلا معاه مش عارف أجازة بدون مرتب من شركة وبيشتغل مدرب أو لاعب وطالب. حاجة غريبة جدا يعني. حتى إلا بقى لو كان أونلاين طبعا فالعلم يعني والبتنجان حاجة حلوة، إنما في الآخر ما يبقاش أنا بروح الجامعة أو يقولك واعتذر اللاعب فلان الفلاني عن الحضور اليوم لأنه مش عارف مثلا رفق حد من أهله. يا أخي أنت بتكسب، يبقى عندك سواق وعندك محامي وعندك طبيب خاص وعندك كل الوسائل. المدربين في العالم واللي عايز يرد علينا يتفضل، عشان لما كنا بنقول لهم كده يقولك يا أخي في كده أنت بتقول لنا الناس بتروح بيروح الصبح. حضرتك جوارديولا بيروح النادي الساعة 7 الصبح وبيشتغل لغاية نهاية الميعاد، وبالتالي عنده شيفت. اللاعب إما أن يفطر بالمعد الغذائي في بيته ثم يذهب إلى النادي لأنه مش هياكل حاجة غير المعد الغذائي مع المعد البدني يعملها، أو بيروح يفطر ثم يقرأ أي حاجة أو يتفرج على، لأنه ممكن واحد يسيب لك العجلة طب إيه رأيك بقى ما بيقراش الجرايد؟ طب يا سيدي بيشوف التابلت بتاعه ماشي. المهم بيؤدي يومه كرة قدم. المران على فترات ما بين واحد عنده 30 ضغط وواحد عنده 20 فاول من على الجنب وواحد عنده 30 هيدرز يعني. لأنه في جهاز. لازم نبطل حكاية المدرب العام والمدرب والمدرب أكن كل واحد فيهم شغال عند التاني. حضرتك لي نقطة نتحرك فيها نحو الطريق الصحيح. هو الطريق الصحيح يا أستاذ أحمد أننا نجيب ورقة من كل العالم ونشتغل عليها. محدش يفتي خلاص دي روشته بتاعتنا. ما هو في حل تاني حضرتك؟ هو يعني ليه نعمل مائده مستديره عشان يقول لك عايزين نجيب بقى مجموعه تدير الكره المصريه؟ يعني ايه برضه؟ يعني ايه برضه؟ عشان يعملوا ايه؟ او نجيب الكابتن احمد بدل الكابتن عصام ده راجل كذا وماذا؟ لا طب وبعدين؟ الافضل ان انت تبني على اساس انت تريد نسخه دوليه. عجبتنا ولا لا في الملاعب والاستقبال؟ عجبتنا ولا لا في 2600 صحفي واعلامي لم يلحظ احد منهم تعطله في مطار من المطارات، مع ان ده كان بيبقى وارد احيانا في ضغوط في مواسم مثلا.
12 فريق في غرب القاهرة فقط. إذا تكلمنا عن الجغرافيا في غرب القاهرة فقط مش في كامل عموم العاصمة يعني. ومن ثم أنت قادر أهو. طب ما تقدر بقى على بقية السيستم بتجيب لنا ورقة زي دي اللي بيروح يسجل الكرة الشاطئية والكرة كذا وماذا، واللي يجي منها تلاقيه جايب واسطة من هنا، اللي يقول لك أصل فلان ده جاب عربية هدية. الكلام ده مش موجود في العالم بالمناسبة، وأنا موجود والناس موجودة، فيا إما يسمعونا أو يحاسبونا أو يسألونا أو يحققوا معانا أو أي حاجة. هذا ما أعرفه. مش حاجة، الحاجات دي مش موجودة غير في البلاد اللي هي يعني مصر أعلى منها بكتير بكتير يعني. قول مدير دي كده لغاية أبو قير نفسها، تخيل. وبالتالي أنت تحتاج، مش هنقول بقى ثورة، أنت تحتاج يدوب لأن أنت تعود للحق والاحتراف، فهما فضيلتان ينقصا الكرة المصرية. أكيد موضوع شهور قليلة جدا بتفصلنا من إنك عاوز تطبق الصح. شهور قليلة جدا بتفصلنا عن منافسة على المناصب في اتحاد الكرة. شايف إيه الأهم السمات المفروض تتوافر في المرشحين على مقاعد مجلس إدارة اتحاد الكرة؟ إيه يعني إيه أهم السمات؟ يعني إيه مثلا إن هو أولا إزاي نختار؟ اولا ما انا بقول لحضرتك اهو، اولا لابد من وجود كلمه حق. لازم نحاول نرفع حكايه لاعبه دي، نحاول. واعتقد ان في ناس وطنيين يستحقوا ان احنا نقول لهم، زي ما الكوره يعني وصلت للمنحنى ده في الاداره يعني، رغم ان احنا عندنا مواهب وامكانيات الكل شاف. عليكم بقى انتوا عيدوا الصياغه. يا سيدي اهلا بيك يا كابتن احمد عبد الهادي، بس لو كان عندك دبلومه اداره يا اخي، ماجستير اداره يا اخي، برضه مش من الكيانات دي يقول لك تم بحمد الله شركه ولا مش عارف معهد ايه كده في جنوب اوروبا، في حاجات كده نصبايا يعني، فيقوم مدي لك دبلومه اداره خدتها في كام؟ في 8 ساعات. لا يا عم، انت هتسوق بينا بالرخصه زي دي هتخش بينا في الحيطه. اذا كان لاعبه وهو يعني معاه ماجستير اداره، دكتوراه في الاداره وفي الإدارة الرياضية، حضرتك أهلا بيه. يعني لازم يكون دارس وأكاديمي طبعا. الأندية بقى يعاد صياغتها، ثم الأهم وده اللي هنفضل وراء الدولة فيه. هناك من الأندية التي قدمت الكثير لمصر من حيث البنية التحتية والوجود والنجاح الإداري، لكنها بلا مستهلك. يعني إيه؟ يعني ما عندهاش جمهور. هذه الأندية يجب أن تكون في شراكة مع الأندية الشعبية. انت ليه وانت نادي احمد عبد الهادي كومباني انت تلعب فريق اول؟ يا عم العب لغاية 11 سنة ومنشآتك تبقى نادي لكل البلد والمناطق اللي انت فيها، لكن روح حط كومباني عبد الهادي دي على الترسانة يا عم، والتاني على المنصورة يا عم. شركات عالمية منها شركة طيران عربية محترمة ما عملتش نادي ليه؟ حطت شعارها بس على نادي، لانه هتبيع لمين التذكره؟ صح ولا انا غلطان؟ هتبيع لمين التذكره والمج؟ ما مش ممكن انت واربعه اصحابك ابو حميد، قولها لي بصراحه، دي حقيقة. هتشتروا تذاكر الناس دي حتى لو عندهم نجوم العالم؟ مش ممكن الا في اليوم اللي فيه النادي اللي انت بتحبه والاربعه اصحابك النادي اللي بيحبوه، او كل ماتش للاربعه لو بيشجعوا اربع فرق. فلنعود للكره للانديه الشعبيه، ده اللي موجود في انجلترا، عشان ما حدش يقول لك احنا بنتفلسف او بننظر. الانديه الشعبيه هي الانديه في كل العالم، حتى باللي بينزل ويطلع. هنرجع لنقطه برضو اللي ترجع ليوم المنصوره، كان يوم استثمار. كان يوم وحش في الكوره. طنطا، المحله، واخد بالك، كل دي كانت المنيا، سوهاج، كل ليه؟ لانه من العار في كل العالم ان الأندية العاصمة الكبار أهلي وزمالك، خلينا نقولها بصراحة أهو، بيبقى من العار إن أهلي وزمالك إنجلترا، شوف بقى اسمهم إيه هناك، إنه لما يروحوا مانشستر فحد يشجع، إذا ما كانش مانشستر يعني هو نادي القمة، فحد يشجع ضدهم، يا واقعة تبقى أنت أكنك مش من مانشستر. هذا كان يحدث في مصر الهاوية، تخيل، مش المحترف. بتقول إيه بقى اللي بيقول استثماره؟ في ناس برضو وجهه النظر الثانيه تقول ان الرياضه صناعه واستثمار، ومن حق ان يكون في استثمار في كره القدم وانديه شركات. قول لي بقى يا عم ماشي، ما تلعب دوري شركات في العالم، في دوريات شركات محترفه برضو. لكن قول لي بقى حضرتك هنبيع لمين؟ هنبيع منتجنا لمين؟ ثم انا قلت لك ما تلعبش، انا قلت لك العب صح، اعمل الصح. حلو ده، اعمل الصح.
حضرتك بكل منشآتك شراكة هتكسب أكتر على فكرة إن أنت شاطر في الإدارة. بس روح، ما هو إحنا رجل إماراتي المحترم لما اشترى عمل نادي ولا خد المانشستر سيتي؟ بالظبط، كلهم بقى الكلام ده دي حقيقة ببساطة. هو عمل نادي ولا خد السيتي؟ خد السيتي طبعا. وقس على ذلك، هات كل المستثمرين الذين أراد آخرهم مصري أستون فيلا، ولا أنا غلطان؟ دي حقيقة. ما سماش بقى نادي باسمه واشترى أحلى استاد في الدنيا، ما راجل بقى مع استثمارات بقى وآخر حلاوة. لا، الكرة في كل العالم صناعة شعبية. طيب، يعني كان سؤالي برضو كان السمات اللي يجب توافرها في المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة. طب عايز أعرف بقى من حضرتك النصايح. الإدارة أولا، أن يكون جهبذ إدارة، وأن يكون محترف يتقاضى أجر ما عدا البورد. ما عدا البورد، واللي يحصل على اتحاد الكرة أو الاتحاد يحصل في الأندية. يعني ما يكونش عمل تطوعي ياخد عليه ولا العمل التطوعي هو البورد فقط، لكن حتى البورد ده في الاتحادات الدولية ليه مش بونص، أنا آسف، مخصصات. يعني نتاج إن أفكاره لما بيوديها رابطة الأندية بيديروا الدوري وبيوديها هنا، هو ليه مخصصات بقى، يسافر ويروح ويجي وحاجة كده، حتى لا يذهب نحو تذاكر ببلاش لعيلته. لا يا عم، هات عيلتك وسافر، روح احضر الماتش كمان في طيارة في فندق، مخصصات اسمها اللي هو بيسموه بوكيت ماني، متعارف عليه. كويس، هات نفس النسخة دي من الاتحادات واعملها لينا. لكن في بقى ناس بأجور لنا وحضرتك والكرو اللي معانا خلف الكاميرات بنروح نقدم، عشان انا عاوز ابقى انا مدير المبيعات بتاع الدوري، والتاني عايز يبقى مدير مبيعات البث، والتالت عايز يبقى مدير مبيعات المج، اللي هي الحاجات بقى اللي يقولك انا عايز 50,000 من على السيرة الذاتية. ليه؟ عشان هيكسبك 50,000 بالظبط. انما يعني ايه كله هواه وتيجي تكلمه يقول لك ايه بقى جدع، ايه بقى جدع؟ طب في الاول والاخر الانديه والجمعيه العموميه هي اللي تختار، ايه نصايحك ليها يا استاذ عصام؟ نصايحي ليها هو بص، قبل ما تختار الانديه، الانديه نفسها يجب تصفيتها. بص، في انديه في مصر كتيره جدا في الجمعيه العموميه، حقها ان تكون اعضاء في الاتحاد، حقها هذه الممارسه، لكن مش حقها انها تصوت. حقها ان تكون سايلنت، يوم التصويت تبقى سايلنت، انما تاخد كل الدعم وكل الخدمه لغايه اما الاستثمار بقى اللي حضرتك سالتني يخش الحتت دي. ما اسهل ان تستثمر في اي قريه في مصر في نادي. ليه؟ عشان عنده جمهور. حبذا بقى لو جبت الافضل اداريا وتدريبيا وكذا، مش من بين دول واحد مش فاضي، واحد عنده يا اخي تفرغ، والله بتوصل كده يقول لك ده جاب تفرغ من شركه كذا وبيشتغل مدرب. ليه يا عم؟ ثم بالمناسبه، ان تتحدث عن وجوب ان يكون هناك لاعب من شمال افريقيا او من اي بلد يعامل معامله المحترف، ومدربين اجانب بيجوا، مدربنا اللي ما بيلاقوش غير التورته بتاع الدوري، ما سالوش نفسهم منذ اخر من سافر خارج هذا الوطن، ها محدش خرج تاني ليه؟ هو ما فيش كوره غير هنا، هو ما فيش فرص غير هنا يا اخي. وده بقى اللي بيتكتب في السير الذاتيه لما تيجي تختار مدرب. ليه؟ هتلاقيه كان عليه طلب في السودان وغانا والجيزة وكوبري عبود والخليج وهنا وهنا، زي بالظبط ما انت يبقى عليك طلب، احنا لينا طلب عند اجانب وكذا. اللاعب اللي احنا بنجيبه ده لازم فيه فرص للاعب زيه بيروح. انت عارف لاعبتنا ما بتروحش ليه؟ هيلاقي الرقم ده فين ومن غير حساب، محدش يزعل مني من غير حساب. تمام، نخرج بقى من الكرة المصرية ونروح بقى لاستعدادات النادي الأهلي لمباراة مهمة جدا ومصرية أمام المقاولون العرب، ممكن نتيجتها تحدد بنسبة كبيرة من الفائز ببطولة الدوري. هناخد آخر استعدادات النادي الأهلي من خلال مراسلنا شريف شعبان المتواجد حاليا في النادي الأهلي بعد انتهاء التمرين مباشرة. مساء الخير يا شريف. مساء الخير عليك يا زميلي أحمد، تحياتي ليك وتحياتي لأشرف ناقد الراديو في مصر طبعا الأستاذ أبو شبتوت. شكرا جدا، العفو، ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. الله يكرمك شريف. اخر استعدادات النادي الاهلي النهارده ايه؟ النادي الاهلي النهارده كان في تمرين الساعه 9 مساء. خلينا اقول لك ان طبعا النهارده تمرين الساعه 9 مساء، الاحد والاثنين 6 مساء برضو، يوم الثلاثاء باذن الله هيكون تمرين صباحا، وبعد انتهاء التمرين هيكون مغادره لبرج العرب. طبعا شغالين لمباراه المقاولين العرب يوم الاربعاء باذن الله يكون الفوز حبيب النادي الاهلي فيها. النهارده تمرين النادي الاهلي يمكن كان في 6 مساء، مستر لاسيرتي
اتبع مع اللاعبين حوالي 5 دقايق، يتكلم عن مباراه البلاستيك بالامس اللي انتهت بفوز النادي الاهلي باربع اهداف مقابل لا شيء، يتكلم عن اداء بعض اللاعبين، يتكلم عن نصائح فنيه، يتكلم عن التركيز الكامل وطلب اللاعبين بالفوز على المقاولين العرب وحسم بطوله الدوري الممتاز. طبعا يمكن اغلب اللاعبين اللي شارك في مباراه بلاستيك بالامس النهارده بيعملوا تمرين خفيف مستشفى الاول جيم، وبعد كده تمرين ثلج علشان خاطر ما بقاش عليهم احمال. باقي اللاعبين كان تمرينات عطلات في الملعب، ثم فقرات تخصص على الجول بمختلف الانواع، ثم تقسيمها اختتمها يمكن مستر لاسارجيو، يمكن كان حريص في هذه التقسيمه ان يوقف التقسيمه اكثر من مره علشان خاطر يصلح الاخطاء. على الجانب الاخر كابتن طارق سليمان يمكن انطلق بالحراس الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير واحمد طارق، يمكن عملوا تمرينه قويه جدا تالق فيها ولفت فيها النظر طبعا، وابدى استعداده وقوته للمباراتين المقبلتين طبعا محمد الشناوي. يمكن مثلا ترتي في اثناء التمرينات اجتمع او انفرد بالكابتن محمد يوسف والكابتن سامي قمصان لمده حوالي تلت ساعه في ارض الملعب، الاجتماعات مستمره. يمكن مستر لاسارتي بيمتاز فيها هو وباقي جهازه. يمكن مستر لاسارتي النهارده اجتمع مع سوليا، يمكن عمل اجتماع معاه طويل. يمكن على الجانب الاخر برضو اجتمع مع احمد الشيخ برضو بعد نهايه التمرين برضو لفتره طويله. كابتن صدق حفيظ اجتمع بعد نهايه التمرين مع اللاعب احمد علاء يمكن برضه لفتره طويله. يمكن في اثناء التمرين كان في اصابه لمحمد شريف ولاحمد الشيخ ونزل لهم الدكتور، لكن الحمد لله كانت الاصابات كلها خفيفه وقدروا يكملوا التمرين. على الجانب الاخر جلسات التاهيل مستمره لمحمود وحيد وطبعا نجم النادي الاهلي محمد محمود اللي اتمنى له كل الشفاء خلاص من جريته في الملعب، من مسيرته الكوره يعني يمسك الخشب ما شاء الله، بدا يرجع بدا يعود، بيتكلم في شهر ونص باذن الله بيكون جاهز مع لاعبي النادي الاهلي. يمكن دي كانت ابرز ما كان في تمرين النهارده، بطمنك وبطمن كل مشاهديك وكل جماهير النادي الاهلي في جديه في تركيز في استعداد قوي لمباراه المقاولين العرب باذن الله يكون يفوز حلفنا يوم الاربعاء باذن الله. هل تم تحديد موقف محمود وحيد من المشاركه في مباراه المقاولين العرب؟ محمود وحيد بكره لسه هيتعمل له تيست، النهارده عمل تمرين تاهيلي، بكره هيتعمل له تيست التمرين. بكره باذن الله لو اجتاز هذا التيست هيكون ليه دور لو احتاجه فنيا بالنسبه لتاك، لو ما بكره ما اجتازش التيست لا هيكمل لسه بقى طبعا تدريبات. النادي الاهلي الفتره الاخيره ما بيستعجلش على لاعبيه، بيحاول اللاعب يخف خالص ويعمل فتره الاستشفاء او فتره التاهيل كويسه جدا عشان يقدر يعود مره اخرى بقوه ويخش مع لاعبي النادي الاهلي. خليني اقول لك كمان اللاعب الافريقي الجديد إديان، يمكن الراجل النهارده معمول له برنامج تاهيلي، الراجل النهارده شارك في تمرين صباحا ومساء تمرين في الجيم، يمكن بعد 4-5 ايام يبدا يشوفوا قياساته ويشوفوا الحمل بتاعه ومدى حمل بتاعه ومدى قياساته عشان يقدر يخش مع التمارين الجماعيه ولا لا، بس برضه مش هيتسرعوا عليه برضه بعد اجتيازه طبعا باستشفاء بالنجاح. تمام، اشكرك شكرا جزيلا زميلي شريف شعبان، كنت معانا من النادي الاهلي وتابع معانا اخر ساعات النادي الاهلي قبل المباراه المهمه امام المقاولين العرب. نرجع تاني لحضرتك يا استاذ عصام وناخد بقى ملف الدوري، يعني ننتقل لملف الدوري. السؤال طبعا اللي بيفرض نفسه دلوقتي حاليا ان كل الدوريات في العالم انتهت الا الدوري المصري لسه بعد طبعا فتره توقف كبيره بيتم استئناف الدوري، شايف ازاي الموضوع ده؟ هو نفس المشهد اللي انهينا بيه فترة ما قبل بدء البطولة انه ما كان يجب، واعتقد ان الكل شاف انه فعلا ما كان يجب. يكفي ان هناك لاعبين مثل نيانج اللي جه النادي الاهلي ده، الراجل هيتدرب يعني من غير ما يبقى موجود لغاية انتهاء ما تبقى من الدوري وهكذا بقى. انت لا تستطيع الا ان تقول او تطلب او تتمنى، لكن الاكثر بجدية ان مش احنا لا نتمنى ولا بتاعها نطلب ان دي تكون الاخيرة. وبالتالي اهو ده ضمن الاستثمار يا استاذ احمد، الذي لا يستطيع ان يذهب الى بطوله قاريه وعنده من الملاءه الماليه لانه بيكسب، ما هو انت رحت قاريه يعني بطل، بطل يعني بتسوق نفسك وبالتالي بتكسب من البطوله اللي بقى كل دور فيها بفلوس، ما تقدرش ترجع بعد 3 ايام. بلاش حكايه انا ابن مصر دي، انا ضد الكسر، الكلام ده يسري على المنتخبات وفقط، انما طبعا يشرف مصر انه نادي منها بيفرح جزء بلونه من الشوارع المصريه، لكن احنا مش غير العالم، عايزين نبقى نسخه عالميه. بس المشكله حقيقه ازاي هتستعد لموسم جديد ولسه الموسم الحالي لم ينتهي؟ ما انا جاي لحضرتك وده بقى ضمنه ان انت في اللي جاي اصل احنا ازاي نستعد. بص ما ليس بالامكان مش افضل ولا ابرع لا الا اللي احنا ها كان
يعني لازم هتستعد في آخر أيام وليالي. دي برضو هتبقى عظمة الأندية اللي عندها أجهزة وعندها حلول هتتعافى مش من أول مرة، لكن هتقدر تخرج من الالتباس ده بشرط أن يكون الأخير. وبالتالي أنت لازم بقى زي ما قلنا أن أنت اللي ما يقدرش يروح ويجي ما يروحش خلاص، لأنه دي حاجة هو بيتقاضى عليها ربحية. إذا ما كانش يقدر يوفر رحلات ويرجع، لأن المسابقة الأساسية فين؟ كل أرباحك كصناعة، صناعة البهجة، المنتخبات وهي الأهم، أن يكون لديك دوري بنسخة كبيرة يجذب كل النجوم والمستثمرين. وبالتالي كان ما كان، لكن علينا أن احنا عارف اللي هو إيه، نضع أيدينا معا كده ونقول لن تتكرر مرة أخرى. ومن ثم عشان كده دايما هتلاقي لما القرار بيبقى في النادي الأهلي في مراجعة كثيرة، ده واحد إن لم يكن هو السبب الأهم، مش واحد من أهم الأسباب، اللي هي فكرة أولا تعطي العيش لخبازه أولا، ثانيا وده الأهم إنك بتحاول إن أنت أكنك ماشي في وسط زجزاج تخرج بأفضل الحلول، إنما ده ما يعيشكش كثيرا. وبالتالي هذه المواسم الملتبسة آن الأوان أن تغادرنا إلى الأبد. الأهلي كان أكثر حرصا على انتهاء بطولة الدوري قبل أفريقيا، وكان بيتكلم للصالح العام وصالح كل الأندية المصرية، ولكن زي ما حضرتك شفت طبعا ده اللي بقوله حضرتك، لكن انت الكلام اتاخد من منظور فردي. الآن كل من تحدث عن الموضوع بصيغة فردية هيعاني نفس المعاناة، وده اللي هيخلي محدش يقدر على تكرارها. فقد فقد يعني الكل الكثير من فرص عظيمة، ودفع المنتخب ثمنا لها بالمناسبة. يعني سيبك بقى من حالة اللامبالاة لهؤلاء النجوم، وانا مش عايز افتكرها لان نزعل منهم قوي، رغم ان اولاد مصر دايما الحقيقة عمرهم ما يكون عندهم شيء يعني تتأسف عليه او شيء اخلاقي للامانة، لكن ايه حالة اللامبالاة دي اللي صابته جنب حالة تكثير من المواسم، من تكثيف اللعب بمواسم وراء بعضها. وبالتالي اعتقد ان دي باذن الله هي المرة الاخيرة باذن الله. تقييمك لمعسكر النادي الاهلي في اسبانيا ايه؟ وشايف ان هو كان ليه دور في تجهيز اللاعبين للمباريات المتوقعه من الدوري بحسب ما يصلنا، عشان برضو دي من الصيغ اللي لازم نعدلها. ما بقاش انا لا رحت ولا تابعت ورافض اللي بينقل ليا عبر جهه الاختصاص اللي هو ايه، اداره اعلام نادي او منتخب. لو انت رحت ونطيت من على السور واتفرجت ولديك ملاحظات اهلا وسهلا، لكن بحسب ما ترافض انه المعسكر حظى برضا كامل للاداره الأهلوية حين سألت، والآن كمان هناك لجنة بالإضافة لتفويض الكابتن محمود الخطيب. وبالتالي أيضا حين أعلن أن مستر لاسارتي لم يلعب في مباراة أخيرة إلا شوط واحد، حتى ده لم يحظر نشره باعتبار أنه هو حب يعمل حمل إضافي فأجل ده لمباراة قادمة. ما علمناه موثق انه قرابة النجاح يعني 99% زي ما بقول، بس 99% حقيقية يعني. هيبان بقى ان شاء الله مع المباريات الرسمية. النادي الاهلي على ذكر بقى المباراة الرسمية، راجع على مباراة قوية جدا زي المقاولون العرب ونادي الزمالك، ازاي مستر لاسارتي وجهازه الفني يقدروا يتعاملوا مع هذه المباريات؟ شوف يعني الموضوع لا يحتاج، عندما تكلم عن الكبار لا يحتاج ان انت تلقي بنصائح، لكن عليك انك تؤكد انه ما تنتظره من الكبير الاهلاوي، الكبير الزملكاوي، الكبير الاسماعيلاوي وقس على ذلك، يعني ان تنتظر منه ما هو مساحه طبيعيه. اكيد هيبقى افضل تشكيل، اكيد هيبقى لاعبتك ولاعيبه المنافسين خاصه في اللعب على البطوله بين الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي، هيبقى واضح جدا ان انت عندك خارطه طريق، إما أن تفوز أو لا تفوز، ما فيش حلول وسط. أعتقد أنه مستر لاسارتي والذين معه هيشتغلوا بأقصى ما يمكن أن يكون ضبط للتشكيل وضبط لفكرة المتواجدين ضمن التشكيل من مجموعة تكمل بعضها البعض في الجزء الهجومي تحديدا، لأنه هو بيقول أنا عايز ألعب على ما تبقى لي وهم 6 نقاط. شايف إزاي مباراة النادي الأهلي مع العرب؟ لا مباراة طبعا قوية، مباراة ما هياش أبدا سهلة لا دلوقتي ولا قبل كده، في كل العصور كانت دائما مباراة قوية. لكن حين نتحدث أن المقاولون العرب يمتلك رغبة ويمتلك مدير
فني واحد من ابناء الكره طبعا. المصريه والنادي الاهلي عماد نحاس لازم تقول له ان انت في الطريق انك تبقى حاجه كبيره قوي، انت حاجه كبيره بس هتبقى حاجه كبيره قوي. انما ايضا هذا هو النادي الاهلي، اذا كان هناك ما تخشى على النادي الاهلي يبقى الكلام كده صعب. ايا ما يكون لا يمكن المساواه بين الاهلي والمقاولون، يبقى فرص النادي الاهلي يعني بعيدا عن اي عواطف او اي انحياز على الاقل، على الاقل يعني 60 40 و 65 35 كمان ما لم يكون للاعبين بقى راي اخر. واعتقد النادي الاهلي ما ينفعش تتكلم عنه بالصيغه الاخرى دي، ان اللعيبه تبقى مش مقدره المسؤوليه، ان الجهاز الفني يبقى واقع منه حاجه، لان كل العمل ممنهج يعني بدءا من مجلس الاداره مرورا بفكره اللجنه والكابتن محمود خطيب كمفوض ثم الجهاز الفني وكذا. اعتقد ان اكتمال العقد ده هو اللي بيخلي الاهلي دائما في سكه مختلفه. شايف ان ممكن مباراه الاهلي والمقاولين تحسم الفائز باللقب، ولا هننتظر لمباراه القمه بين الاهلي والزمالك؟ شوف في كل الاحوال القمه لا يمكن حد يقدر يقول النتيجه ايه مبكرا مهما حتى رصدنا على الورق. اهي دي بقى اللي بتفضل 50 50 لغايه ما الراجل يصفر. قالها كل النجوم الكبار لاعبين ومدربين. لكن طبعا ان يفوز الاهلي على المقاولون اولا بتقرب بينه على المستوى النفسي وبين الدرع والاحتفاظ بها يعني مشاوير او اختصار لمشاوير. ثم ايضا الزمالك سيلعب مع الجونه وهو لقاء ايضا مهم للزمالك، وان كان ما هواش بالمباراه الشبح يعني. ومن ثم هتبقى القمه هي نهايه طبيعيه للموسم الغريب اللي انت زي ما قلت طبعا موافقك اللي ما احناش عارفين له راس من قدمين. يعني شايف ان مباراه الزمالك والجونه مباراه في المتناول للزمالك؟ يعني ايه في المتناول للزمالك؟ حضرتك قلت ايه مش شبح يعني مش مباراه تكون مش صعبه. مفيش بص حتى بطوله امم افريقيا عبر الكل عن انفسهم. انا بكلمك الاول على ما هو نظري يعني عشان برضو يعني ايه ما نبقاش بنتكلم كلام ونهول من الامر. هذا لا يعني ان الجونه بلا طموح، بل على العكس هي عنده تجربه احترافيه لائقه جدا بما نتحدث عنه عن احترافيه في القادم يعني. لكن ايا ما تكون وانت تتحدث عن التحليل بتبدا بما هو نظري، الجزء النظري اكيد لصالح الزمالك يعني. طبعا ما ينفعش ولا عاداتنا ولا تقاليدنا، لكن حتى فكره الرهان مين يعني يعزمك على حاجه ساعه، المراهنات في مباراه كهذه تكون دائما لصالح الاكثر تاريخا وتدرجا وكذا، ده اللي انا بقوله يعني. لانه هناك نغمه انا بقول انها قد تكون يعني مضره لفريق يحاول ان يجد لنفسه مكانه. والجونه الناس بتتحدث ان الجونه كامل الاوصاف يعني اذا كان الاهلي والزمالك والكبار عندهم معاناه من موسم ملتبس زي ما حضرتك قلت واكدناها بما لدينا من معلومات، فما بالك بفرق بتلتمس طريقها وقدمت نفسها بشكل جيد يعني. ايه المطلوب من اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهه المول العرب؟ المطلوب منهم ان يتذكروا جيدا ان هذا هو الحصاد اللي قلناه على مباراه نهائي افريقيا، ان تتذكر جيدا ان هذا هو الحصاد، الجديه اولا، الجديه اولا، ثم المباريات او الاستمتاع او الكره الحلوه او كل الكلام ده ياتي درجه ثانيه. هذا لا يعني غيابه، لكن اقصد الجديه ثم الجديه. طيب شايف ان هل التفكير في مباراه القمه ممكن ياثر على تركيز لاعبي النادي الاهلي، وازاي الجهاز الفني يقدر يتعامل مع هذا الموقف؟ مش النادي الاهلي لا لعيبته ولا اجهزته تعاقبا يعني، مش بس الجيل ده اللي ممكن يقع فريسه للتفكير خارج الاسبوع. لا مفيش بعد بكره لسه، وبالتالي لا ما اعتقدش يعني. انت عندك يعني السلسله الاداريه زي ما قلت لك اداريا وفنيا منضبطه جدا. اللعيبه يعني الاهلي ما عندوش فريق التلامذه زي زمان، وان كان التلامذه دول ما خدوش غير موسم واحد وهم الان يعني اصحاب التاريخ الطويل ومنهم كابتن محمود الخطيب يعني ما شاء الله. لكن في كل الاحوال انت بتتحدث عن نادي او انديه كبرى، ما ينفعش تفكر بالطريقه دي لا نجومها ولا فنييها ولا القائمين عليها، اللي هو يفكر في بعد بكره. لكن ممكن يبقى حاجه تانية، قد يكون الدافع الاساسي في مباراه المقاولون هو مباراه القمه.
يمكن احنا تابعنا معسكر النادي الاهلي في اسبانيا وشفنا مدى جاهزيه كل اللاعبين، وكل اللاعبين يعتبروا تالقوا خلال هذا المعسكر. هل ده ممكن يكون مثلا ياثر على تفكير الجهاز الفني قبل مباراه المقاولون او الزمالك؟ لا، هو ده بقى هيبقى رد على حين كان يعاني لاسارتي وقبله يعاني سابقي من قله يعني اللاعبين بسبب الاصابات والغيابات، يعني يبقى قدامه نجوم بس مصابين. المره دي هيعاني التخمه بالزبط. يعني مره تبقى ايه بس حتى ايه، واحنا بنقول مرة تبقى زعلان انك ميت من الجوع ولو ان الاكل قدامك بس مثلا متجمد مش قادر، هيبقى مهمته صعبة ان هو بقى يختار من العناصر دي كلها، عندك تخمة فانت مش عارف تعمل ايه، لكنه سيبدأ وينتهي باللعيبة اللي هضمة طريقة بعضها وهضمة طريقته في البداية، يعني مش هيظهر وجوه جديدة بسرعة خاصة في المباراتين الموجودين، مش وجوه جديدة من الذين يعني لسه موقعين، ده دول لسه بره أصلا القيد، لكن أقصد مش هيعمل فريق فيه أربع خمس لعيبة جدد على التركيبة. طب إزاي هيختار التشكيل الأساسي يا أستاذ؟ ما أنا قلت لحضرتك هيرجع للثوابت، يعني جون هتلاقيه الشناوي، محمد هاني، أيمن أشرف، مين قلنا السيرفي؟ ياسر إبراهيم، اللي هما اخر الناس لعبوا ياسر صح كده، الظهير الايسر علي معلول وقد عاد ما شاء الله، علي معلول يعني من الناس اللي مش هتحتاج تتكلم عنده كتير. نص الملعب غالبا هو نفس نص الملعب اللي لعب بيه، هتلاقي بس ممكن مروان، عمرو السولية، حسام عاشور، حمدي فتحي، طبعا هتلاقي عمرو السولية وحمدي فتحي اعتقد دول هيلتحف بيهم يعني مبدئيا. عاشور هو القائد، عاشور هو كابتن التيم، لكن اعتقد انه الاول لما تسمي سمي السولية بحسب ما يقدمه لاسارتي مع نهاية الدوري، هو عاوز باور اكتر واخد بال حضرتك، وبالتالي حمدي فتحي وحسام عاشور ومعاهم السولية، لكن الاول تقول السولية، حمدي فتحي، حسام عاشور، وبالتالي هيجود بقى هو في الخط الامامي او في التلاتة اللي هيهاجم بيهم. عنده بقى يعني لعيبة، عايزين نرجع للزملاء عشان يقولونا الاسماء ونقعد انا وانت ندور هياخد مين فيهم يعني، لكن لو الحاوي جاهز اكيد له مكان، صالح جمعة اعتقد له مكان، ومن ثم هيشوف قصة رأس الحرب هل هيبقى القادمين من الخلف ولا هيحط مروان. تمام، هنرجع تاني نكمل كلامنا عن مواجهة النادي الأهلي أمام النهول العرب والزمالك، ولكن نطلع فاصل سريع جدا ونرجع نكمل لقائنا الممتع مع ناقدنا الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت. اهلا بكم من جديد، طبعا بجدد ترحاب بالاستاذ عصام شلتوت. اهلا بيكم وكل المشاهدين. طبعا عايز اروح لملف مهم جدا، هو ملف عوده الجماهير، ازاي نحافظ على مكتسبات بطوله كاس الامم الافريقيه عشان خاطر الجماهير بقى تبدا تحضر الماتشات بنفس الزخم وبنفس الاراده بنفس الطريقه، يعني بنفس الاراده وبنفس الطريقه، الا وهي الحجز اونلاين زي كل العالم، فان اي دي أو بيانات المشجع، حتى الأطفال ومن هم دون سن رقم القومي بمعرفة ولي الأمر زي كل العالم المتحضر، ومن ثم لدينا مكتسبات مهمة في الكأس التي رفعناها جميعا وهي كأس التنظيم، فزنا فيه بحاجات كتيرة جدا منها عودة الجماهير مع بداية الموسم القادم في ملاعب بقت نسخة عالمية حقيقية. يمكن الناس كانت منتظرة ان الجماهير تعود مرة اخرى للمدرجات في خلال المباراة المتوقعة في بطولة الدوري الحالي، بس هنا في نقطة مهمة الحقيقة، هي فكرة اعادة الصياغة من ناحية، من ناحية تانية فكرة المحافظة على نفس الاداء وفكرة تكافؤ الفرص، ومن ناحية تالتة وهي الاهم، الملاعب بقى المرة دي قلنا نسخة دولية، يعني ايه؟ يعني تصيين بقى، لانه تلعب عليها البطولة كاملة، نفس الملاعب بما فيها استاد القاهرة بالزبط. اللي كان يجب أن تكون صيانته طبقا لمنظومته الدولية قبل المباراة النهائية، لكن عشان عرض الختام لم يغلق في وجه اللي هي ما تسمى بالبروفات يعني، وبالتالي أدي عندك ثلاث حاجات لازم تستكملها، تكافؤ الفرص،
فكرة الإعداد للموسم من حيث الحجز المبكر وكذا. ثالثا هو الأهم تكافؤ الفرص. خلينا نتكلم النهاردة أن مصر بقت تمتلك بنية تحتية مميزة جدا استعدادات على أعلى مستوى. متوقع الإزاد دي ممكن تدخل أو يعني نستغلها في الموسم اللي جاي ولا نستغلها إمتى بالظبط؟ هي مع بدء كل المسابقات بدءا من كأس مصر كمان. قد يكون يعني الفارق أن الكأس قد تلعب في شهر سبتمبر إذا قدر لها أن تلعب يعني أو تستكمل. أعتقد من كأس مصر يجب أن تدخل استعداداتنا العظيمة الخدمة إن شاء الله. ده طبيعي جدا. البعض كان بيطالب برضه أن مباراة القمة تلعب على استاد القارة الدولي. خلينا نقول أنه بدل برج العرب يعني. لم يعد مهما الآن. لكنه قد يكون طموحنا الكل أن نراها في استاد القاهرة. ليه؟ لإضافة يعني بدل امتياز يبقى امتياز جدا جدا بعد التنظيم ده. لكن إذا كان الملعب يحتاج للصيانة فالصيانة أجدى ويبقى المشوار الأخير لفكرة أن جمهور الأهلي والزمالك يعني يواصل الانطلاق خلف فريق، خاصة أن ملاعب العالم كلها على فكرة المية كيلو دي مش فكرة يعني غريبة يعني ما هو ما فيش برضو استادات في وسط الكتل السكنية يعني. وبالتالي يعني في استاد وحيد في منطقة تشبه مية عقبة والبومبونيرا مثلا في بيونس آيرس في الأرجنتين. لكن بيبقى يوم غير عادي لما بتتلعب فيه ماتشات. وسقني الحظ لمشاهدة مباراة بوكا جونيورز والفيز هناك واحنا في 2001 كأس العالم اللي خدنا فيها البرونز مع شاو غريب. وبالتالي بيبقى يعني يوم اكنهم بيهجروا اهل المنطقه دي علشان الملعب تاريخي لكنه في منطقه او كتله سكنيه يشبه ملعب الترسانه والزمالك كده. وبالتالي طبعا ده كلام مهم، وان كان برج العرب استاد الحقيقه مشرف جدا، لكن خلينا نقول انه هيبقى ضمن المنظومه الدوليه قد تحتاجه المنتخبات بصوره اكبر من الانديه ان شاء الله في المواسم بقى اللائقه من هنا ورايح بالكره المصريه. قبل انتهاء فقرتنا عايز من حضرتك بقى كلمه اخيره النهارده. لا مفيش كلمه اخيره ولا حاجه غير فعلا انه التنظيم العظيم ده يجب ان نشكر عليه الدوله المصريه، ويعني اذا كان يجب علينا ان نتقدم لمصر جمعاء فوكيلا عن كل الملاك هو الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه اللي قال جمله ستبقى تاريخيه. أن مصر حين تنظم طلب من الحكومة المصرية أن يكون تنظيم عالمي ونقطتين كده يليق بمصر. إذن هو يرى أن شعبه هو شعب يستحق أن يكون بين دول العالم الكبار، وما رأيناه هو أن عملت كل الجماهير VIP، ودي الحالة اللي هتستمر في المحروسة العظيمة دي. استاذ عصام مشلتوت رئيس التحرير التنفيذي بجريده اليوم السابع والناقد الرياضي الكبير، شرفتنا ونورتنا النهارده. شكرا يا استاذ احمد، ويا رب نكون يعني ضيف خفيف على جمهور قناه النادي الاهلي. اكيد ربنا يبارك لك. شكرا. بعد الفاصل ان شاء الله هتكون موعدنا مع الفقره الثانيه من الاهلي الليله اللي هيقدمها الزميل الكابتن خالد العوضي، وهيستضيف ابطال النادي الاهلي في العاب القوى واللي يتوجوا بميداليات ذهبيه وفضيه وبرونزيه في البطوله العربيه. انتظرونا بعد الفصل. اهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في الاهلي ليلة فقرة الالعاب الاخرى. النهاردة في الفقرة معنا شوية اخبار عن لعيبة النادي الاهلي داخل المنتخبات المصرية، بس هنبدأ من ملعب كرة اليد وفريق كرة اليد بالنادي الاهلي. فريق الاهلي بيستعد خلاص للموسم الجديد، فاولا لاند جرين المدير الفني السويدي لفريق الدرجه الاولى بالنادي الاهلي لكره اليد بيتكلم مع المدرب العام الكابتن يحيى يوسف، بيطمئن على احوال اللاعبين، بيطمئن على احوال اللاعبين الدوليين بالاخص واللعيبه الموجوده في النادي الاهلي اللي هي بتتمرن مع كابتن يحيى يوسف. ان شاء الله هيوصل المدير الفني اولا لاند جرين ان شاء الله يوم الاثنين القادم، وباذن الله يحط ضغط الاخيره ورتوش الاخيره لفتره الاعداد اللي هتبدا رسميا باذن الله على اول 8 على اخر شهر يوليو اول 8. اللعيبه الدوليين المنضمين للمنتخبات عندنا 13 لعيب ما شاء الله، من قايبه 17 لعيب في النادي الاهلي، 13 لعيب، 9 في المنتخب الاول و10 عفوا في المنتخب الاول و واحد وثلاثه في المنتخب اللي هو المنتخب الشباب اللي هنتكلم عليه اللي محقق مفاجات كبيره جدا
خارج مصر في بطولة العالم في أسبانيا. خلينا نقول إن في المنتخب الأول عندنا 9 لاعبين هم محمد عصام الطيار الحارس مرمى، ومعاه فيصل عمر حجاج و عبد الرحمن فيصل، اسلام حسن، احمد خيري، وكمان معاهم ابراهيم المصري، احمد عادل ومحمد جمال، وكمان عبد باهر البدراوي. كده بالنسبه لنا دول 9 لاعبين مصريين، بينضم اليهم يوسف معرف لمنتخب تونس، كده بقينا 10، وثلاث لاعبين بيلعبوا في منتخب الشباب مواليد 98 اللي هنتكلم عليه النهارده، منهم عبد الرحمن طه حارس المرمى، وعمر كاستيلو، واحمد راضي. كل امنيات طيبه لفريق الدرجه الاولى بالنادي الاهلي تحقيق امنيات الجماهير العريضه لجماهير النادي الاهلي في السيزون الجديد باذن الله. نروح لتاني خبر النهارده، وهو الخبر الاهم والخبر اللي دايما يعني خبر فعلا بيفرحنا بعد بطولة أمم أفريقيا والأحداث الكتيرة في كرة القدم. عندنا منتخب شباب بيلعب كأس العالم في أسبانيا دلوقتي، منتخب شباب كرة اليد بقيادة المدير الفني القدير المصري كابتن طارق محروس. حقق نتائج ولا أروع ولا أحلى ولا أجمل من كده، حقق نتائج مهمة جدا، كسب أستراليا، فنيجيريا، فالسويد، بطل من أبطال العالم، والنهاردة ما شاء الله عليه بيفوز على منتخب كوريا الجنوبية 38-36. بكده 4 مباريات في المجموعة، ما شاء الله العلامة الكاملة لمنتخب مواليد 98 لكرة اليد للشباب، اللي هو فعلا ما شاء الله عليه. كان قبل ما يسافروا على طول كانوا معايا، وكانوا كله عندهم آمال كبيرة جدا. وكمان جبنا كابتن طارق محروس ساعتها على التليفون وقال كابتن خالد احنا ان شاء الله باذن الله هنحقق باذن الله مفاجأة، وباذن الله طريقنا للمربع سهل، او مش سهل بمعنى الاصح، طريق صعب جدا، لكن اللعيبة الرجالة والتمرينات اللي هم عملوها والتدريبات والاستعدادات فعلا على قدر المسؤوليه. بنقول لهم الف مليون مبروك، ودايما هنتابعهم، لان فعلا الاعلام المصري كله تقريبا مش بيتكلم على المنتخب ده، مع انه منتخب ما شاء الله عليه عامل نتائج كويسه جدا. عندنا 5 لاعبين من النادي الاهلي، الجوليل كيبر عبد الرحمن طه وحميد، ادي كده 2، واحمد راضي وكاستيلو وياسر محمد. خلينا نخرج لتليفون مهم معانا من اسبانيا، معانا المدير الفني القدير لمنتخب مصر لكره اليد للشباب مواليد 98 كابتن طارق محروس. مساء الخير. مساء الخير يا كابتن خالد، بشكرك على المقدمه الجميله دي. ولا انا قليل ولا حاجه، انا الحمد لله عادي من عباد الله، الحمد لله رب. والله يا كابتن يعني بجد فرحانين معاك، فرحانين يعني بالشكل العام اللي الفرقه بتكسب منتخب السويد، منتخب ليه باع كبير جدا في بطولات العالم، 10 اهداف 32-22 اللهم لا حسب. لكن لازم نعرف ما شاء الله، ادينا الاحداث وادينا خلفيات. النهارده منتخب مصر اكيد في بطوله العالم، الناس بتتكلم عليه بشكل مختلف، وهو مع كابتن طارق محروس. كابتن طارق يا ريت تقول لنا الوضع شكله ازاي. والله الحمد لله خالد، زي ما انت قلت كده احنا باذن الله الحمد لله ربنا اكرمنا في القرعه، وربنا كان موفقنا. بدانا القرعه بمباراتين، ماتش اسبانيا وثم ماتش نيجيريا، وجي كان الماتش الثالث ماتش السويد، وهو مقياس لمدى الشغل اللي احنا بنشتغله. طبعا انت حضرتك عارف ان احنا رحنا السويد كنا عاملين معسكر هناك، هم طلبوا ان هم عايزين يلعبونا، قلت لهم اهلا وسهلا، انت عايز تشوفنا مش مشكله. طبعا الحمد لله رحنا لعبناهم وكسبونا 9 تجوال. كسبوك هم 9 تجوال؟ 9 تجوان، ده الكلام ده من 10 ايام بصراحه شديده. كابتن طارق اكيد كنت مريح الفرقه، اكيد اصل انا برضو عارف احنا برضو انا وانت اصحاب، فعارفك يعني عايز تشوف الفرقه. اتفضل يا كابتن طارق. والله كابتن خالد وعايز يشوفني، قلت له حاضر يا حبيبي انا وخليته يشوف اللي هو عايز يشوفه. شاف اللي هو عايز يشوفه فعلا، ما شاء الله عليك بصراحه. بس شاف اللي والحمد لله ربنا كرمنا، لما جينا لعبنا كنا احنا درسنا كويس قوي، ونزلنا لعبنا الحمد لله اتفضل ربنا، وربنا عصرنا وكسبنا فرق 10 تجوان. النهارده طبعا كان التركيز عالي على ماتش امبارح، كانوا مركزين، عملوا مجهود بدني وعصبي ونفسي جامد جدا. والحمد لله ربنا اكرمنا ودخلنا ماتش النهارده. انا عارف ان ماتش النهارده هيبقى فيه مشاكل، لان هم سرعة جدا بيجروا كتير قوي، لدرجه انت قاعد بره انت مش ملاحق هم رايحين مش عايز تكشر على الفرقه معاهم، عمال تجي على الخط زيهم. كابتن طارق ازاي من امبارح؟ انا للاسف امبارح حصل لي 3 اصابات جامده، وثلاث لعيبه مهمين. طمنا يا كابتن طارق. شهاب ودودو احمد الشهاب ومحسن، الثلاثه الاساسيين في الخط الخلفي اللي هم الثلاثه الاساسيين في ماتش امبارح. فاضطريت النهارده الصبح ان انا اعمل لهم تمرينات علاجيه وريكفري، وما استخدمتهمش كتير في المباراه، يعني احمد الشهاب ومحسن ما نزلوش الملعب. اللي نزل الملعب حوالي اخر 12 دقيقه كان شهاب، لانه كان يعني كان ممكن اقربهم للعب،
لكن المجموعه اللي موجوده انا عايز اخلي الزماليه ست في العمل الحمد لله ربنا ما شاء الله بصراحه. ان انا ما بمسك فرقه ما عنديش 7 لعيبه ولا عندي 10، انا لازم ال 14 او 16 الاتحاد الدولي كله يلعب، لازم كلهم يكونوا بيلعبوا طبعا. كابتن الحمد لله الاولاد قدروا على قد المسؤوليه وكله قدر يلعب، وانا ما عنديش لعيب اساسي ولاعيب احتياطي فكله بيلعب والحمد لله ربنا كرمنا. فاضل لنا بقى مباراه فرنسا، وطبعا انا عندي مشكله حصلت دلوقتي حالا. ايه اللي حصل؟ ربنا يسهل اللي حصل، ان السويد كسبانه فرنسا في الست الاولاني 5 كويس. لا لا قول لي، لازم قول لي بقى الترتيبه بقى، اللفه هتلف ازاي؟ مش كويس انا مش كويس انا عايز تتمنى ايه يا طارق النهارده؟ السويد ولا فرنسا تكسب بصراحه؟ لا انا اتمنى السويد تكسب طبعا. السويد اللي تكسب كتير. اه ما تكسبش كتير ليه؟ لان لو ما كسبت، لو كسبت قليل انا هروح العب فرنسا باذن الله. الماتش هيبقى انا عندي حافز ان انا ممكن اكسب، ممكن اتعادل في نفس الوقت، ان باذن الله حتى لو قدر الله حصل خساره تبقى خساره قليله قوي، ده بيديني دافع ان انا ابقى اول المجموعه. طارق بصراحه شايف ماتش فرنسا ازاي، وشايف فرقه فرنسا ازاي؟ احنا بنتكلم عربي، محدش عارف المواضيع دي، فبصراحه شديده قول لي، فرقه فرنسا زي فرقه فرنسا اللي احنا عارفينها عنها ولا ايه بالظبط؟ بص يا خالد اقول لك حاجه واحده بس عشان تعرف فرقه فرنسا دي عامله ازاي. اولا الجهاز الفني 12 مدرب مبدئيا كفايه كده. اربعه احنا اربعه هم 12 ده مبدئيا بس عشان تعرف الفرق. الحمد لله هم ابطال العالم صح، هم كانوا بطولة العالم بالناشئين، هم الفرقة دي هي بطولة العالم بطلة العالم، هم تاني اوروبا وفرقة تقيلة جدا. كل اللعيبة اللي موجودين فيهم ال 16 بيلعبوا في محترفين في الدوري الفرنسي اللي يعتبر تاني اقوى دوري في العالم. لكن باذن الله احنا جاهزين قادرين، احنا جايين باذن الله، باذن الله ربنا يكرمنا على قد تعبنا نقدر نعمل حاجة ونقدر باذن الله ربنا يقدرنا ونوصل لمراحل متقدمة، لان انا شايف وده رايي مش رايي بس راي جميع الخبراء ان الجيل ده فيه على الاقل 5 6 يقدروا يخشوا الفريق الاول لمنتخب مصر اللي بيستعد لكاس العالم 2021، وهم على قد المسؤوليه وباذن الله نقدر نوصل لمرحله كويسه عشان ندي دفعه للعيبه ان يعرفوا مدى اهميه ان مصر لازم تبقى في صفوف متقدمه لهذه الدوله. كابتن طارق اكيد اكيد احنا بنبارك لك واكيد بنقولك شد حيلك، احنا معاك وقناه الاهلي معاك يوم بيوم لحظه بلحظه. انا عارف الاعلام المصري فعلا تقريبا متجاهل البطوله، لكن هنفضل معاك للاخر البطوله، وقول للاعبين كلنا وراكم ان شاء الله عشان تحققوا انجاز كبير جدا لمصر. كابتن طارق بنشكرك شكرا جزيلا كنت معانا النهارده. اكيد اكيد الاعلام المصري واكيد الفرقه اكيد اللعيبه، انا بقول لكم انا برضو كنت لعيب وعارف، اكيد اللعيبه وهي عارفه النهارده الاهتمام بيها، اكيد كان عندنا بطوله امم افريقيا لكره القدم وكان فيه اهتمام اعلامي كبير. نتمنى من الساده الاعلاميين وكل القنوات الاهتمام بمنتخب مصر، لان فعلا ان شاء الله باذن الله متوقعين ان هو يوصل لمرحله مهمه جدا في المرحله اللي جايه. بكره راحه ليهم، وان شاء الله بكره بعد بكره يلعبوا مع فرنسا ان شاء الله ربنا يوفقهم، لان ان شاء الله لو خرجنا من المجموعه واحنا اول هتفرق كتير جدا غير تاني، خلاص احنا يا اول يا تاني باذن الله. فنتمنى لهم باذن الله ان هم يعدوا مباراه فرنسا على خير ويصدروا المجموعه باذن الله عشان يخشوا على الادوار الاخرى وفي مرتبه اعلى كتير. خلينا نروح للخبر اللي بعد كده، وهو خبر عبد الرحمن طه حارس مرمى النادي الاهلي للدرجه الاولى، ما شاء الله بيلعب في بطوله العالم، متالق هو واللاعبين النادي الاهلي، وقدر مرتين يحرز افضل لاعب في المباراه، في مباراه نيجيريا مباراه السويد بيبقى احسن لاعب في المباراه. حراسه المرمى عشان تطلع منها كاحسن لاعب في المباراه حاجه صعبه جدا، لكن هو بيتعدى نسبه، النسب الطبيعيه لحراسه المرمى 35-40% او كمان 32-35-36. عبد الرحمن ما شاء الله عليه بيعدي ال 42-43%، احنا كده بنطمن كمان على حراسه مرمى النادي الاهلي. عبد الرحمن طه موجود متالق، محمد عصام الطيار تالق في كاس العالم اللي فات برضه، فالحمد لله ما شاء الله بكده نقدر نقول ان حراسه مرمى النادي الاهلي شيء يطمئن الجميع ويطمئن جماهير النادي الاهلي على حراسه مرمى النادي الاهلي في الموسم الجديد. كمان معاهم عبد الرحمن حميد الحارس الثاني اللي مع عبد الرحمن طه في المنتخب، هو مواليد 2000، لكن ما شاء الله على حراسه مرمى النادي الاهلي لكره اليد، نتمنى لهم التوفيق في المرحله اللي جايه. هنروح لملعب الكره الطايره او فريق الكره الطايره، نجمنا الكبير كابتن عبد الله عبد السلام. كابتن عبد الله عبد السلام هو كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر. كابتن عبد الله كان مع منتخب مصر في الاعداد للبطوله الافريقيه في تونس،
قبل ما يسافروا قبل السفر بيوم اتصاب جاله كلام بيتقال ان هو فيه التهابات، كلام بيتقال ان فيه العصب السابع. فعلا عبد الله عبد السلام مخرج من المعسكر بيجري تحاليل اليومين دول وفحوصات كثيره جدا لنجمنا الكبير كابتن عبد الله عبد السلام، ان شاء الله ربنا يرجعه الملعب في اسرع وقت بالسلامه. لكن هي دي الرياضه، يوم موجود يوم تاني بره بيدور على الاصابه. لكن انا عارف ان كابتن عبد الله عبد السلام واحد من نجوم النادي الاهلي اللي فعلا عنده روح وحماس وعزيمه قويه جدا، بيرد سريعا الى ارض الملعب. باذن الله نتمنى له الرجوع في اقرب وقت لملاعب الكره الطايره وملعب الكره الطايره في النادي الاهلي وفريق الكره الطايره في النادي الاهلي. نروح لكابتن احمد اسماعيل وحوار كثير جدا مع احمد اسماعيل. اتحاد السله بيقر نهائيا ان عقد كابتن احمد اسماعيل مع النادي الاهلي عقد سليم 100%. كان حصل مشاكل او حصل نادي الزمالك بعد جواب لاتحاد السله عشان يقر احقيته، ان هو بيقول ان قبل ما يسافر الى امريكا هو كان من احد ناشئيه، لكن بعد درس الاوراق الرسميه وبعد ما درس قانونيه العقد بين احمد اسماعيل والنادي الاهلي، لجنه شؤون اللاعبين في اتحاد السله برئاسه الكابتن حسن البشبيشي بتقر اقرار تام ان عقد احمد اسماعيل مع النادي الاهلي سليم 100%. بكده نقدر نقول الموضوع اتقفل، واحمد اسماعيل لاعب في الدرجه الاولى في النادي الاهلي في الموسم الجديد باذن الله لكره السله. كل امنياتنا الطيبه باذن الله لكل الجماهير ورا فريق كره السله ورا فرق النادي باذن الله في المرحله اللي جايه. نروح لاخر خبر معانا النهارده، وفريق 10 سنوات بيحصل للسباحه بيحصل كاس البطوله. كان البطوله مقامه في نادي الاهلي مدينه نصر، اشترك فيها انديه كتيره جدا زي الصيد وادي دجله ونادي المعادي الشمس والمؤسسه العسكريه الهايك ستيب. اتلعبت على فرع مدينه نصر والاهلي حقق المركز الاول بفارق كبير جدا من النقاط. المركز الثاني جه نادي وادي دجله والمركز الثالث جه نادي الصيد. كمان البطوله دي شهدت مولد نجمه جديده، شهد محمد سباحة الاهلي تحصل على كاس احسن سباحه في البطوله. ما شاء الله دائما وابدا الاهلي في السباحه انجازات كبيره وبطولات وارقام كثيره جدا في السباحه بالنادي الاهلي. خلينا نخرج لفاصل ونستقبل كباتن العاب القوى الفائزين بالبطولات الافريقيه اخيرا مؤخرا لسه اللي اقيمت في تونس، ويلا بينا نخرج لفاصل وترجعوا لنا مره ثانيه. اهلا بيكم في الفقره الاخيره من الاهلي الليله النهارده، ومعانا نجوم العاب القوى اللي حققوا في البطوله العربيه، حققوا الذهب هناك في البطوله العربيه اللي كانت اقيمت في تونس في تقريبا من اسبوعين. يعني لازم نبارك لهم ولازم نقول لهم الف مبروك ليهم. فعلا دايما رافعين رايه النادي الاهلي ورافعين رايه مصر في كل المحافل الدوليه والرسميه. كابتن احمد حمدي منورنا ومشرفنا. ومعانا كابتن روان وليد مشرفانا ومنورانا. كابتن روان ازيك؟ الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. ومعانا اخر نجمه وبطله كابتن شاهيناز سيد. كابتن شاهيناز الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. يعني البدايه لعبتي قرص مظبوط؟ رمح. رمح البدايه رمح، ليه اخترتي الرمح؟ لعبه يعني حسيت يعني كنت بلعب في الاول كده يعني برمي عادي. الكابتن جه عادي وجهني كتير وكده يعني لقيت انا كويسه فيها يعني، واللعبه جميله جدا اصلا. يعني انت في النادي الاهلي بداتي على طول رمح ولا لعبتي قبل كده العاب وبعد كده رحنا لملعب العاب القوى؟ لا انا لعبت رمح على طول. يعني ده كان اختيارك انت على طول؟ اه. كابتن احمد حمدي كان اختيارك برضو القرصه والجله ولا؟ اه كان اختياري، وكابتن عيد كان بيحفزني ان انا ادخل يعني. اه يعني كابتن عيد هو السبب ولا انت برضو اللي رحت لالعاب القوه لوحدك ومحدش قال لك روح العب العاب قوه؟ هو كابتن عيد اختارك السبب وانا رحت برضو. انت اللي رحت. كابتن روان ايه القرص برضو نفس الكلام، انت اللي رحتي؟ هو انا رحت بس انا الموضوع ما كانش في دماغي قوي يعني. بس بعد كده حسيت ان انا يعني كان في موهبه يعني يعني واحده واحده حسيت ان اللعبه دي انا متميزه فيها. بس فكابتن عيد برده كان يعني واقف جنبي جدا جدا، وهو طبعا بفضل ربنا ثم هو. بس يعني حبيتها فعلا ولقيت فعلا ان انا واحده واحده بطلع فيها يعني. اكيد الفضل بيرجع للمدربين أكيد، لكن طبعاً. اكيد برضو بابا وماما ليهم فضل. اكيد طبعا مامتي. اكيد قولي لي بقى بتعمل ايه معاكي واحكي لنا كده. انا دايما مامتي محفزاني ودايما يعني
ظهر ليا وسند ليا فعلا ودايما مشجعاني ان انا اخش دايما واعمل بطولات واعمل ارقام، وهي نفسها طبعا ان انا ابقى احسن طبعا. بس يعني وانا ان شاء الله اقدر ان انا ابقى قد حسنها يعني ان شاء الله. احمد، اكيد قبل ما تسافر البطوله العربيه تدريبات شاق، تدريبات بتتعب، بتضايقك، اصحابك كلهم بيخرجوا لكن انت بتتجه الى التدريب، بتوزنها ازاي؟ بركز في التمرين وببقى عايز اتمرن عشان اعمل حاجه لما اسافر. يعني النهارده كل اصحابك يقولك تعالى سيبك من التمرين افكس التمرين وكده، مفيش ولا هو تدريبات بس؟ لا هو تدريبات، بتركز في تدريبك بس. اكيد تحقيق البطوله او تحقيق ميداليه كشاهينات تبقى بطل عربيه اكيد بتبقى وراها خلفيات كتيره جدا. تعبتي ازاي؟ اتمرنتي ايه؟ ايه التدريبات اللي كانت بتتعبك جدا اللي انت فعلا كلاعيبه ما كنتيش حباها انت عليها لكن عملتيها عشان توصلي للميداليه اللي انت وصلت لها؟ انا يعني بتمرن كل يوم، بتمرن الصبح واخر النهار. بتمرن في حدود مثلا 3 ساعات 4 اخر النهار او 3 ساعات ونص، والصبح جيم وكده. لا ما فيش تمرينات ما كنتش حباها، انا كنت بتمرن عشان خاطر انا عايزه اوصل لهدف معين حطاه، عايزه ان شاء الله اكون بطله عالم. وكمان بابايا ومامتي بيتعبوا معايا جدا طبعا، ودايما بابايا معايا ويوصلني وكدا. بابا اللي بيوصل ولا ماما؟ انا اول مره اشوف حد بابا يوصل، دي بصراحه انا عارف ان ماما هي بتوصل، اول مره اعرف ان بابا بيوصل. لا بابا بيرجع من الشغل بيوصلني، ولو عنده شغل مامتي بتوصلني، يعني ما بيسيبونيش، ودايما حاطين املهم ان انا ايه هحقق حلمي اكون بطله عالم ان شاء الله. ناويه؟ وان شاء الله اكيد طبعا. يعني اخذنا مراحل اللي انت توصلي بطوله العالم. اخذت الحمد لله افريقيا ثالث، واخذت اول عرب، وان شاء الله ان شاء الله البطوله الجايه العالم السنه الجايه 20 سنه ان شاء الله. رواني، اكيد الجيم فيه مشاكل، انا عارف اصل المواضيع دي، اكيد الجيم ده بيكون حاجه بقى زهقت متعبه جدا يعني تحكي بتعدي الوقت ده ازاي مع نفسك؟ طبعا هي حاجة متعبة جدا، بس فعلا يعني الواحد لما بيبقى عايز يوصل لحاجة فبيضطر يعمل كل حاجة عشان يوصل لحلمه يعني. فده طبعا كان حاجة متعبة، بس كانت بالنسبة لي ان انا لازم اعمل كده عشان اوصل. فكانت بالنسبة لي برضو متعة ان انا اعمل كده عشان اوصل برضو للعالم ان شاء الله يعني. طب ايه بقى اصحابك اللي بيقولوا لك سيبك بقى بالتدريب؟ لا ما كيسي اعملي يعني هتوجع دماغك لسه طلعت حديد، بتعملي معاهم بتقولوا لهم ايه بصراحه؟ لا ما بطوعهمش يعني. بس لما بتجيبي ميداليه بتحسي ان انت يعني تحسي ان انت حققتي الهدف اللي انت طبعا عايزها. يعني بحس ان انا تعبي اللي هو ايه، شفت تعبي ان انا عملت حاجه، فاللي هو ايه حاجه بتقدر تعبي بس، فده بالنسبه لي ان انا ببقى مبسوطه جدا يعني. هايل. احمد انت بتدرس ايه؟ بتدرس ايه يعني؟ في دراسه بتدرس في دراسه اكيد، ثانويه عامه، ثانيه ثانوي، ثالثه، ثانيه ثانوي. بتوفق بين الاثنين ازاي؟ ما انت بطل، المفروض البطل ده برضو بيبقى في وقت دراسه ووقت تدريب، بتوفق بين الاثنين ازاي؟ ساعات بغيب من المدرسه وبخلي اصحابي يبعتوا لي الحاجه اذاكرها. هايل. وساعات بروح المدرسه واروح التمرين بعد. بيقولوا لك ايه في البيت ساعتها لما بتفكس بقى على المدرسه؟ خلاص كده بتفكس مدرسه، بيقولوا لك ايه؟ هات حاجه عشان اذاكرها يعني. لا البيت عندك يقول لك لا يعني ازاي ما تروحش المدرسه لازم تروح وكده، ولا بتعمل ايه معاه؟ في اوقات بيبقى كده وفي اوقات بيبقى عادي عشان هم عايزيني ابقى حاجه يعني. عشان اوصل بطوله العالم وكده لازم اتمرن واتعب يعني. اكيد ده لازم يكون الرياضي بيتعب على حاجات كتيره، دي حاجه طبيعيه جدا. شاهيناز المنافسه اكيد لما رحت هناك البطوله العربيه في تونس كانت في منافسه قويه في البطوله العربيه، اتنافس معاكي مين؟ ابطال مين؟ ابطال تونس. ابطال تونس. تونس وبنت من مصر معانا. بنت كمان من مصر في النادي الاهلي؟ لا من بره. دي من مصر. ايه اللي حصل؟ بتشوفي المنافسه دي ازاي مع التوانسه وبيلعبوا في وسط تونس وجمهور وناس بتشجع؟ بتحمسني يعني، لما اشوف حد بيعمل احسن مني بيحمسني يعني. انا لا انا هرمي انا اعلى. بس شفتها ان هي كان حماس ليا ان الجمهور بتابعهم واللعيبه بتلعب ضدي وكمان لعيبه من مصر. لا شفت منافسه لصالحي يعني. هتجهزكوا ازاي للبطوله دي؟ يعني اتجهزتي ازاي؟ اتجهزتي جوه النادي؟ جوه النادي كانت بتمرني في النادي بعد كده بتسافري على البطوله على طول، ولا كان في معسكرات معينه عملتوها قبل كده؟ لا احنا من النادي جهزنا ورحنا على البطوله على طول.
روان اكيد برضو سؤال مهم جدا، بتوافقي بين الدراسه وبين اللعب ازاي؟ الاثنين مهمين جدا، والبيت بتجري بقى تسيبي الدراسه برضو زي احمد ولا بتعملي ايه؟ لا ما بسيبش الدراسه، لا بدرس وبتمرن. بالعكس ان الرياضه بتساعدني يعني ان انا اعرف انظم وقتي. لا وبعرف يعني انظم وقت الدراسه ووقت التمرين. هو اوقات فعلا الواحد اللي هو بقى تعبانه فعلا بيبقى فيه تعب ما بين الدراسه وما بين التمرين. بس انا يعني مع الوقت الواحد بيتعود يعني بيبقى حاجه. اوقات الامتحانات بالذات بيكون في مشكله. اه فعلا. بتوفقي المعادله الصعبه دي ازاي؟ اكيد ما ينفعش تسيب التمرين شهر. لا يعني مثلا ممكن يعني مثلا اسبوع الامتحانات هي اللي ممكن مثلا ما اروحش التمرين. بس بعد كده برجع. اسبوع امتحانات؟ اه. ولا حتى تنزلي تجري الصبح ولا اي حاجه بتقعدي خالص؟ لا 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 اوقات بعد ما بخلص امتحان واخلص الدرس اللي بيبقى بعديه مثلا بنزل التمرين، بيبقى حاجه مجبره ان انا اعملها. اكيد احمد لما يكون بطل قرص وجله بتبقى الامور فيها كلام. ازاي قرص ولا جله وازاي بتوفق بين التدريب ده والتدريب ده؟ بتمرن الاثنين يعني، اخلص القرص مثلا ادخل اتمرن جله. بس اكيد تكنيك القرص غير تكنيك الجله. لا يعني قريب ليه؟ ما هو قريب، واحد بيترمي كده والتاني بيترمي كده، دفع الجله صح ورمي القرص صح، ولا تحت المطرقه في الاخر، لكن ده رمي قرص. اكيد في تكنيك مختلف يعني، اكيد في عضلات بتشتغل مختلفه، اكيد في تدريبات في الجيم مختلفه. التدريب يعني الواحد بيعرف الحاجات الفرق يعني بالتدريب. اكيد في فرق في التدريبات. طب مين بيساعدك في الكلام ده؟ المدرب. المدرب هو اللي بيقول لك اعمل كذا. بتمرن قد ايه جله وقد ايه قرص؟ ممكن مثلا يعني برمي لحد ما اتعب. بترمي لحد ما تتعب يعني ساعه اتنين تلاته مثلا هنا؟ لا هي ساعه وساعه. ساعه وساعه تقريبا. هايل. طيب من وجهه نظرك البطوله العربيه اصعب ولا البطوله الافريقيه اصعب؟ الافريقيه. ولماذا؟ يعني عشان كان معايا يعني انا في العربيه يعني معايا ناس عرب انا شفتهم في الاول بيرموا كام وكده. لكن افريقيه انا ما كنتش يعني ما كنتش قاريه التوب ليست ولا اي حاجه، ودخلت يعني لقيت ناس قويه والمنافسه شجعتني برضو، بس يعني كان منافسه قويه اقوى من البطوله العربيه. مش اقوى من البطوله العربيه، هناك الجمهور كان اكتر كمان. طب شايفه ان انت تقدري تحققي بطوله افريقيه في المستقبل القريب جدا؟ أوه. مع كل التنافس الكبير اللي انت بتتكلمي عليه ده. أوه. مين اكتر دول في افريقيا نقدر بتنافس معانا او احنا نقدر ننافسهم؟ جنوب افريقيا. جنوب افريقيا يعني شايفه ان جنوب افريقيا هي ايه المنافسه؟ هي المنافسه بالنسبه لنا. متفقه معاها روان في ده ولا شايفه البطوله العربيه هي الاصعب؟ لا فعلا الافريقيه اصعب يعني، هم عامه بيبقوا اقوى كمان في الرمي يعني. اكيد وانت بتلعبي في النادي الاهلي الهدف الاساسي رقم واحد، ده بيحط عليك عيب لما تروحي منتخب مصر. نفس الكلام اللي اتعلمتيه في النادي تحطيه في منتخب مصر. أكيد. هو ده الوضع بالنسبه لنا طبعا. أكيد. ان شاء الله يعني باذن الله. اتعلمت ايه في النادي الاهلي بالظبط؟ اتعلمت ان انا يبقى عندي طموح ابقى، وكمان مش اللي هو ايه مثلا ادخل الماتش ابقى بس بصه اني اعمل اول، لا يبقى ليا رقم والعب على رقمي ده باذن الله يعني. البطولات الجايه باذن الله هو ده اللي هعمله يعني باذن الله ان شاء الله. ماشي يا روان، هكمل على الارقام وهنتكلم على الارقام ونتكلم على التاريخ بتاعهم. نطلع لفاصل ونرجع نتكلم على ارقامهم القياسيه والارقام اللي هم حققوها في البطوله العربيه وارقامهم الشخصيه. اهلا بيكم مره ثانيه في اخر فقره النهارده معانا واخر حوار مع نجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، نجوم العاب القوى اللي فازوا بالبطوله العربيه في تونس مؤخرا في القرص والجله والرمح. ما شاء الله عليهم فعلا نجوم من ذهب، نجوم على الطريق ان شاء الله باذن الله قريبا جدا يكونوا ابطال افريقيا ويطلعوا الابطال العالم زي ما هم بيقولوا. اكيد الطموح عندهم موجود بسبب وجودهم داخل النادي الاهلي، لان النادي الاهلي ما بيعرفش غير المركز الاول، وهو ده الطموح اللي بيوديهم في منتخب مصر. وان شاء الله دايما رافعين رايه مصر في كل المحافل الدوليه العربيه والافريقيه والعالميه. احمد اكيد بتتابع ابطال كبار في العالم. اه اكيد. بتتفرج عليهم بقى وتقعد تتابعهم في البطولات ولا بتتفرج عليهم ازاي؟ انا بجيب فيديوهاتهم واتفرج واتعلم التكنيك بتاعهم واشوف بيدوروا ازاي او بيرموا ازاي عشان اخد فكره يعني عن
بتاخد فكره عن الموضوع شكله ازاي، او تاخد فكره عن الرمي القرص او الجله ازاي. طب سؤال مهم بقى، بتشغلها بطيء وتقعد تشوف التكنيك بتاعه شكله ازاي، ولا بتتفرج بيبقى في فيديوهات بطيء وفي فيديوهات عاديه بحاول القط منها حاجات عشان اتعلم؟ اكيد بتشوف لعيبه كبار في مصر في القرص والجله ولا في بتتفرج عليهم؟ يعني مش كتير بس في حد منهم معايا فيديو ليه يعني. بتقعد تتفرج عليه؟ قولي روان، مين بتتفرج على مين في مصر في الابطال المصريين؟ اكيد عندنا ابطال في القرص بتتفرج عليهم. اكيد طبعا في بطل ريما برضو بطلة افريقيا ما شاء الله، وفادية كانت بطلة سابقة تمام. يعني برضو ما اتعلمتي منهم؟ اكيد طبعا. بتقعدي تزودي نفسك ازاي من ناحية اللي هي نقول التدريب كويس، تدريب قوي جدا بتتمرني، اكيد لازم تقعدي تتفرجي على فيديوهات او تتفرجي على اليوتيوب عشان تشوفي الابطال العالميين بوصلوا لفين. اكيد. بتاخد من وقتك قد ايه تقريبا؟ هو دايما يعني بتفرج على كوره؟ لا لا مش ولا حاجه خالص، بتفرج على العاب القوه بس. بتقعدي تتفرجي على كل العاب القوه ولا بتتفرجي على الرمي بتاعك بس؟ لا الرمي بتاعي عشان كمان استفيد من التكنيك، مثلا يعني ساندرا بطله العالم فبستفيد منها بصراحه، التكنيك بتاعها ما شاء الله يعني، فدي ممكن اللي ببص عليها كتير وبتفرج عليها كتير يعني. شاهيناز اكيد بتتفرجي واكيد بتتابعي، لكن الطريق عشان تبقي بطله عالم طريق طويل قوي، لكن اكيد كل واحد ليه هدف لازم يحققه. شايفه انا احقق الهدف ده ازاي؟ اتمرن اكتر واركز في تمرين اكتر واتعب اكتر عشان اوصل لده، واتفرج على فيديوهات كتير اتعلم تكنيك يعني اصلح التكنيك بتاعي. ولازم ما يأسش يعني، يكون عندي طموح حتى لو حصل حاجه في النص، لا مش هيأس، انا هكمل عشان الناس اللي تعبانه عشاني يعني. عندك سبيريت قوي جدا انت تكملي بالشكل ده. وناوي ان شاء الله تقريبا هاخد منك كلمه، مش وعد لكن هاخد منك كلمه، تقريبا توصلي بطله عالم امتى؟ ثلاث سنين، اربع سنين، خمسه، زي ما انت شايفه. شايفه ان ثلاث سنين. ثلاث سنين يكون مناسب توصلي لبطوله البطله العالم. اتمنى لك التوفيق يا رب باذن الله. يا رب شاهيناز باذن الله، اتمنى لها التوفيق جدا، ربنا يكرمها وتوصل الى بطله العالم، ودي حاجه تسعدنا كلنا كنادي اهلي وتسعدنا كمصر. خلينا ناخد تليفون مهم النهارده، معانا كابتن ياسر داوود رئيس جهاز العاب القوى في النادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن ياسر. مساء النور والفل عليك يا كابتن خالد وعلى كل قناه الاهلي وضيوفنا الحلوين البرامج بتوعنا المبشرين بخير. البراعم بتوعنا ما شاء الله عليهم كبروا وحققوا ان شاء الله الحمد لله البطوله العربيه في تونس، ما شاء الله انجازات كويسه، اذا كان احمد حمدي، اذا كانت روان، اذا كان شاهيناز، ما شاء الله عليهم محققين فعلا ميداليات مهمه جدا في البطوله العربيه. دي حقيقه، وده عهد النادي الاهلي منتخبات ما نخص بالذكر العاب القوى طبعا، ومنتخبات بقى الجماعيه برضو. ده دور النادي الاهلي القومي والوطني والرياضي والتربوي، ان احنا فعلا بنفخر ان قوام المنتخب من 80% من النادي الاهلي ومن ولادنا، ودي ذاكرتنا يعني، تسليم وتخلف الحمد لله يعني. كابتن ياسر، انا ما بسال شاهيناز بتقول لي انا اتمرنت في النادي وسافرت البطوله العربيه، ليه في المنتخبات ما اعرفش؟ انا بسالك بقى عشان اعرف ليه، هل المنتخبات كلها بتتمرن داخل النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي مره في النادي الاهلي وبعد كده تسافر على طول، مفيش معسكرات تبع الاتحاد ولا ايه بالظبط الموضوع؟ يا ريت تقول لنا. هو طبعا النادي الاهلي جوه التدريب بتاعه فعلا، هو بكل امانه قلعه رياضه، احنا اكتر ناس بنتمرن، اكتر ناس بنبذل جهد سواء كان لاعبين او مدربين او اداريين او نشاط رياضي. اللعيبه بتوعنا بيحسوا بدون يعني، فعلا اكتر ساعات تدريبيه بياخدوها اولادنا، عشان كده احنا يعني في معسكر مفتوح دايما في النادي الاهلي. ناهيك عن طبعا ميزانيه الاتحاد، هي طبعا مش عايز اتدخل فيها طبعا، لان هي ميزانيه لا تسمح بمعسكرات خارجيه كثيره. هو ده النادي الاهلي دايما بيساعد المنتخبات المصريه في كل الالعاب يعني. هو ده دورنا كابتن، وبعدين هو فعلا احنا فعلا احنا شايفين معسكر مفتوح طول السنه 12 شهر. كابتن ياسر، عندهم بطولات تاني في المرحله اللي جايه، وعندنا ابطال تانيه مسافره قريب لبطولات تانيه، ولا داخلين خلاص استعداد لبطولات الجمهوريه وبطولات العاب القوى في مصر؟
احنا فعلا هنبتدي بطولات الكاس. بطولات الكاس طبعا حضرتك عارف بتخيل بتبقى شبه نوك اوت يعني ميداليات ذهب ما فيش وانت فيها ما فيش فرصه للتعويض. احنا فعلا هيبدا الموسم بتاعنا بالدرجه الاولى يعني عروس البطولات كلها الاسبوع ده ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله 24 يوم 24 اسف. طبعا في بطولات خارجيه كتيره جايه في السكه يعني احنا بدايه هنبتدي نستعد لدوره الالعاب الافريقيه ان شاء الله اللي هي في اخر شهر 8 ده بالنسبه للمنتخب الاول وال20. في بطولات طبعا بالنسبه لل 18 سنه برضه بطولات عالم وبطولات افريقيه تحت 18 سنه اللي هم طبعا الاولاد الابطال بتوعنا اللي مع حضرتك بيستعدوا ليها ونفسهم يشاركوا فيها ويحصلوا على ميداليات باذن الله تعالى. انما طبعا اكيد في يعني هنبتدي مشوارنا من شهر اخر 8 ان شاء الله حتى على مستوى البطولات الافريقيه الحمد لله. الحمد لله. استعداد الفرقه الدرجه الاولى لكاس مصر في المرحله اللي جايه اللي هو هيبدا كمان اسبوع على طول استعدينا من امتى كابتن ياسر؟ لا احنا بنستعد من شهرين ثلاثه فاتوا. انتوا 12 شهر شغالين ولا ايه؟ انا لسه حاليا بتكلمني لسه خارج من الملعب ما كملتش ثلاث دقايق يعني. ما بتقفلوش يا كابتن ياسر 12 شهر فاتح على طول ولا ايه؟ لا لا على طول عهدنا عهدنا من واحنا لاعبين الحمد لله. اول سنه السنه دي نبدا بمسابقه كاس مصر درجه اولى صح؟ صح. تغيير ايه اللي حصل؟ ليه التغيير ده؟ إيه عشان دوره الالعاب الافريقيه في اخر 8 وطبعا مفيش فرصه لجمع المنتخب المصري مفيش فتره يمكن لسه بنقول مفيش معسكر مفيش فتره اعداد طويله فعشان الاسماء لازم تسلم اللجنه الاولمبيه في موعد اختيار 30/8 فتعتبر بطوله الجمهوريه اخر تيست اخر تجربه للرجال وسيدات مصر اللي مشاركين في البطوله الافريقيه ان شاء الله اللي هتكون في المغرب فعشان كده بداوا بيها بدأنا بالدرجه الاولى يعني طبعا عشان نلعبها في شهر 10 طبعا ما ينفعش نبقى جايين من بطوله افريقيه ونلعب بطوله جمهوريه فعايزين الهرم طبعا تصاعدي فعشان كده بدأنا او الاتحاد بتاعنا بدأ بالدرجه الاولى يعني دي اخر تجربه قبل السفر للبطوله الافريقيه يعني الارقام دي هم اللي ياخدوا عليها يسفروا عليها البطوله الافريقيه بالظبط برده من غير معسكر صح؟ برده من غير معسكر صح؟ يعني معسكر في النادي. قول لي شايف البطوله الافريقيه اللي جايه شايفها ازاي يا كابتن ياسر؟ والله احنا طبعا انا شايفها ان احنا كمصر بنحقق مراكز متقدمه في بعض المسابقات اللي هي زي الرمي والوزن في بعض المسابقات الاخرى اللي هي الجري احنا بعيد عنها شويه لان بطبيعه معسكر افريقيا طبعا بيشاركوا وثانيا ان انا يعني انا طلعت الحمد لله البطولات الافريقيه اللي فاتت في منتخبات بتشارك باعداد رهيبه على سبيل الحظ يعني او اسف المثال للحظ يعني مثلا منتخب اثيوبيا كان مثلا مرة طلع 96 لاعب ولاعيبه داخلين ما شاء الله عرض كتير قوي كابتن كتير قوي احنا كنا مشاركين بحوالي 11 او 13 لاعب ولاعيبه فطبعا فرصتهم للحظ مزيات اكتر اكبر مننا وارجع اقول برضو لان نقص الامكانيات اللي هي نقدر نشارك بعدد اكبر دي طبعا يعني عايز اقول بقى مش طبعا مش دور بدناش تبقى فيها الاستاذ المسؤول في الوزاره واللجنه الاولمبيه ان العاب القوى لو ادينا شويه دعم اكثر هنقدر نحقق مزيات اكثر وهنظهر على المستوى الافريقي بنسبه اكبر. اكيد اكيد العاب القوى هي ام الالعاب زي ما اتقال عليها لكن ان شاء الله في المرحله الجايه يكون فيه اهتمام اكثر. كابتن ياسر كلمه اخيره للابطال اللي حققوا الانجاز في البطوله العربيه. بقول لهم انتوا املنا النادي الاهلي وامل مصر ان شاء الله. وزي ما هم قالوا ما تيأسوش لسه قدامكم مشوار سكه كويسه وان شاء الله بالدعم الجديد اللي احنا بنترقاه من اداره النادي الاهلي ان شاء الله هنحاول على قد ما نقدر نحقق احلامكم ونساعدكم في هذا سواء كان على الناحيه الفنيه او الناحيه الاداريه والماليه ان شاء الله وهم طبعا نموذج مشرف للولاد هم ولاد مؤدبين ملتزمين في دراستهم يعني حاجه فعلا تشرف بالذات الثلاث نماذج اللي مع حضرتك الحمد لله كابتن ياسر بنشكرك شكرا جزيلا كنت معانا النهارده ودايما على تواصل مع العاب القوى اللي دايما ما شاء الله عليها حصد الدهب في النادي الاهلي مش هنقر وموسم مهم جدا بدايته ان شاء الله الاسبوع اللي جاي نتمنى لك التوفيق باذن الله انت وكل اللاعبين في العاب القوى شكرا كابتن ويا رب دعم دايما بيك ومعانا ان شاء الله شكرا كابتن شكرا اتفضل. المرحله اللي جايه في بطوله قول لي بقى البطولات اللي جايه ايه عندك؟ عندي 20 سنه و18 20 و18 بتنافس في ال20 ولا ال18 هي البطوله الاقوى؟ لا بنافس في ال20 وبرده ال18 في منافسه برده. مين اللي بينافسك في مصر يعني؟ المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية هي اللي بتنافس في مصر. ما عندكش تاني، هم دول اللي هم بتنزل. دول هم انت اقوى ولا ايه النظام؟ قول لي بس عشان ابقى عارف.
يعني هو هم بيكسبوا ساعات واحنا بنكسب ساعات. تمام. روان قولي لي مين اللي بينافسك في داخل مصر؟ في اقول اسماء عادي؟ قولي اسماء، قولي نوادي، مفيش مشكله خالص. 20 سنه ريما ورنا من نادي. ريما من نادي. من نادي. رنا بقى من الجيش. ريما احمد عبد الله. صح كده. انتوا بتلعبوا نفس المكان. تمام. في ال 18 يعني بفضل الله يعني انا الحمد لله اول يعني. اول. شايفه المنافسه في مصر محصوره شويه؟ مش شايفه ان في قاعده كبيره بصراحه؟ بصراحه يعني عايزه ايه؟ عايزه تكوني تنافس اكتر شويه، عايزه تقولي للناس يا جماعه لعبوا البنات العاب القوه عشان يبقى في تنافس اكتر. طبعا. تقول لهم ايه من انك بطله كبيره؟ تقول لهم ايه؟ اقول يعني ان دايما بيفتكروا ان الالعاب القوه عموما ما ينفعش ان بنت تلعبها، مش لعبه بنت، لا خالص. هي لعبه كويسه جدا ومش بتاثر خالص. يعني وبتمنى طبعا ان يبقى في منافسه يعني ان شاء الله. اكيد التواصل على السوشيال ميديا دلوقتي شيء مهم بيننا وبين بعض. في جمهور بيتواصل معاكي؟ بتلاقي حد بيديكي سبورت من خارج الاسره العاب القوه، ولا لسه ما وصلناش المرحله دي؟ في صحابي بيدوني سبورت ليا جامد بجانب اهلي طبعا وكباتن كتير. ايه احلى تعليق جالك؟ احلى تعليق جالك في بطوله كسبتيها؟ الف مبروك يا بطله، ودايما ان شاء الله رافعه رايه مصر وفخر العرب. فخر العرب ده محمد صلاح بقى داخلين كده يعني كده احنا داخلين في حته تانية يعني. اكيد السوشيال ميديا بتديك سبورت برضو. غير يعني زمان كان الجرايد، كنت انا زمان على ايدي افتح جروان الاقي صورتي او جوه مبسوط. دلوقتي على السوشيال ميديا لو حد كتب لك كلمه بتديكي باور، بتديني باور فظيع. يعني مثلا حد يجي انا اخد بطوله والاقي مثلا ستوري او سوشيال ميديا زي اي بيج بتنزل صوري، لا ببقى مبسوطه جدا. شايفه روان، شايفه ان الاعلام المصري مش مدي العاب القوى حقها بصراحه؟ حقيقه مفيش دعم يعني. ليه؟ دايما الكوره طبعا هي اللي واخده حظها اكتر يعني. بس قناه الاهلي مش واخده النصيب الاكبر. لا العاب القوى. تمام. بصراحه يعني بس يعني دايما بشوف ان الدعم للكوره بس. عايزه تقولي كلمه للاعلام المصري انك بطله ومحتاجين الدعم ده؟ ان انا محتاجه فعلا دعم لعيب القوه عموما، مش انا بس، كل اللعيبه عموما، عشان فعلا لما هنحس بالدعم ده هنبقى افضل يا رب باذن الله. احمد اكيد عندك هدف في حياتك عايز تحققه، ايه الهدف اللي انت عايز تحققه في المرحله اللي جايه؟ نفسي اخد اول وابقى بطل عالم قريب ان شاء الله. ها بعد كام سنه؟ دي قالت 3 سنين، شاهيناز قالت لي 3 سنين، انت بقى كام سنه؟ الكابتن المفروض هو اللي يحدد مش انا. لا انت لازم تحدد، انت تكون حاطط تارجت لنفسك. التارجت شايفه كام سنه؟ شايفه بعيد؟ بعيد. شايفه قريب؟ شايفه 4 5 سنين، 6 3، شايفه قد ايه؟ ممكن مثلا بعد 4 سنين. بعد 4 سنين عايز تبقى بطل عالم بعد 4 سنين، وانت عندك 22 سنه. شايف ده نقدر نحققه ازاي؟ معسكرات طويله شويه، تسافر بره، يعني ايه المطلوب؟ تمرين فترة صباحية مسائية ومعسكر، ولازم اتعب واحاول عشان احقق حلمي. يا رب باذن الله احمد تحقق حلمك. شاهيناز قولي للبنات اللي بيسمعوكي دلوقتي كلمة عشان يجوا يلعبوا في العاب القوة، تقول لهم ايه؟ قال لهم ان العاب القوة يعني لعبة جميلة جدا وفيها يعني فيها مهارات كتير يعني، ويجوا ممكن حد فيهم يكون عنده مثلا ميزه في جري في رمي في اي حاجه ويكتشف نفسه لما يجي يتمرن ويجربها يعني. ما يخافوش، دي لعبه بتطلع عضلات، هيكون شكلي مش بنت. لا ما تقلقيش، لا ما تقلقش خالص. يعني لعبه جميله، ولما تشوفي نتائج تعبك هتنسي الكلام ده، هتنسي خالص خالص يعني. لما تلبسي الميداليه بيكون شكل مختلف. بحس لا انا بجد يعني بكون تعبانه طول الموسم ومشاكل وحاجات، اجي البس الميداليه والمنصه ونص التتويج هنا او بره، لا خلاص انا يسقفولك، دي حاجه تانية، تنسي كل حاجه، حاجه تانية فعلا خالص يعني. تبقى بحس تعبي ما راحش على الفاضي. تلاقي فخر العرب. احمد قول لي احمد، مين بيدعمك ويوديك النادي ويجيبك وانت كنت صغير؟ مامتي بتدعمني ونفسها ابقى حاجه حلوه يعني ان شاء الله. تقول لها ايه على الهوا دلوقتي؟ بقول لها شكرا على دعمك وبحبك يا ام. ربنا يكرمك يا رب. يعني بكده فعلا معانا ابطال مهمين جدا ان شاء الله يكونوا في المرحله اللي جايه، يعني يحاول مصر والنادي الاهلي ميداليات كثيره جدا. اكيد روان
تقولي كلمة أخيرة ولا كده خلاص عشان نختم؟ ها لا عايز تقولي أي حاجة؟ عايزة بس أشكر مدربينك. أشكر مدربي جدا جدا بجد، وقف جنبي جدا يعني، وهو طبعا بفضل الله ثم هو بصراحة يعني أشكره جدا جدا، وأتمنى اللي هو كان يكمل معانا ويفضل معانا. كابتن كابتن عيد، كابتن عيد حسين. كابتن عيد حسين ده بربي أجيال كثيرة يعني، كابتن عظيم بجد. بس لازم اقول لك على حاجه، هي دي حال الدنيا اكيد، واكيد النادي الاهلي لما طلع قرار في مجلس الاداره اكيد بيغير المدربين، فاكيد أكيد. احنا بنسمع قراره وبنحتفظ بيه اكيد اكيد. كلمه اخيره لمدربينك. بشكر طبعا كابتن عبد النعيم، تعبان معايا طول السنين دي كلها. شكل. لا والله لا اتفضل. واشكر طبعا كابتن ياسر داوود لدعمه، وبشكر كل الكباتن بتدعمني يعني، بحبهم كلهم، وبشكر اهلي طبعا وبابايا، وبقول لهم بجد شكرا، وان شاء الله اكون قد ثقتكم فيا. ان شاء الله هتكون قد ثقتنا، وان شاء الله كلهم هيكونوا قد ثقتنا. في اخر حلقه بشكرهم انه كانوا معانا النهارده، وفعلا نجوم على الطريق باذن الله، هيطلعوا الابطال عالم قريب جدا، نسمع عنهم سمع خير في اخر حلقه. بشكركم والى اللقاء.